السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقة جديدة من المونديال على قناة الأهلي. كأس العالم ممتع، ولا مباراة انتهت بنتيجة سلبية، كل المباريات نتائج إيجابية. 32 مباراة كلها نتائج وأهداف ومتعة. مجموعة تامنة، مجموعة اليابان والسنغال وكولومبيا وبولندا، اللي كان بيقول دي مجموعة ضعيفة النهاردة عرف قد إيه دي من أقوى المجموعات اللي موجودة في كأس العالم. اليابان والسنغال مباراة بتنتهي 2-2، قمة في المتعة الكروية وتفوق أفريقي وحيد في المونديال. طبعا نيجيريا تفوقت في آخر مباراة، لكن السنغال 4 نقاط بتتقدم على منتخبات اللي بتلعبها، وفي نفس الوقت هي بتأدي أداء مشرف. وكمان زي ما أنا قلت قبل كده، السنغال بتعمل في صمت. أيضا كولومبيا بتكشر عن أنيابها بعد مباراتها الأولى مع اليابان، ومع طرد مبكر أثر عليها خلاها تخسر بنتيجة 2-1. النهاردة كولومبيا بتفوز ب3 أهداف أمام بولندا اللي بتخرج رسميا من بطولة كأس العالم. لا يتبقى المباراة الأخيرة، هي الأهم. 3 منتخبات بيتنافسوا، عندهم فرصهم يعني كلها كاملة وقائمة. طبعا قبل ما نتكلم يعني ونستعرض مع حضراتكم على المونديال ونبدأ الحلقة، طبعا زي ما حضراتكم متعودين بنبدأ الفقرة الأولى معاكم بالأخبار، كل ما يخص المونديال وأكيد كل ما يخص المنتخب المصري اللي عنده مباراة مهمة جدا بكرة إن شاء الله الساعة 4 أمام المنتخب السعودي. مهمة جدا ليه؟ علشان عايزين نخرج من كأس العالم بفوز يتحط في تاريخ منتخب مصر في سجلاته في المشاركة في كأس العالم. فأيوة بنطمح في فوز مهم جدا، وإن شاء الله يكون في أهداف علشان ما يكونش مصر كسبت أو أحرزت هدفين في كأس العالم 90 وكأس العالم 2018 عن طريق ركلتين جزاء. لا، إن شاء الله تريزيجيه يجيب، عبد الله السعيد يجيب، محمد صلاح يجيب تاني، مروان محسن يجيب، كل اللعيبة بكرة إن شاء الله اللي يقدر إن هو يجيب هدف إن شاء الله ربنا يكرمه ويحرز هدف. الفقرة التانية بنستعرض مع حضراتكم المباريات اليوم ومباريات غدا وأيضا ترتيب جدول المجموعات. الفقرة التالتة زي ما حضراتكم أكيد متعودين بتبقى معانا يعني فقرة تليفونية من روسيا، بيبقى معانا النقاد والصحفيين اللي متواجدين مع البعثة الإعلامية مع منتخب مصر في روسيا علشان نعرف آخر الأخبار والكواليس، وعلشان نبقى نتابع لحظة بلحظة معسكر المنتخب الوطني في روسيا واستعداده لمباراة غدا المهمة إن شاء الله. عندنا الفقرة الرابعة بنتكلم على حكاوي المونديال، بنختار قصة من مونديال روسيا 2018 وبنحكيها لحضراتكم. أما الفقرة الخامسة وهي فقرة أهلاوي في المونديال، ومعنا الكابتن ربيع ياسين نجم مصر ونجم النادي الأهلي اللي شارك مع منتخب مصر في مونديال 90، هنتكلم عليه في فقرة أهلاوي في المونديال، ودي يمكن الفقرة المحببة لجمهور الأهلي علشان بنختار كل حلقة نجم أهلاوي شارك مع منتخب مصر في 34 كأس العالم في إيطاليا، وأيضا في كأس العالم 90 اللي كان موجود في إيطاليا. يعني والفقرة طبعا الفقرة السادسة هي فقرة الجمهور، فقرة بنبقى موجودين في الشارع بنتكلم مع الجمهور المصري، الجمهور اللي بيفهم في الكورة، الجمهور اللي احنا بنحب انه يكون جزء من حلقتنا علشان ناخد رأيه في أداء المنتخب وتوقعاتهم للفنية للمباريات القادمة، وأيضا رأيهم الفني العام في كأس العالم. أما أخيرا هي فقرة الضيف، إن شاء الله يكون معايا هيشرفني الأستاذ خالد عامر الصحفي بموقع أس الأسباني النسخة العربية والناقد الرياضي أس الأسباني، في نسختين، نسخة عربية ونسخة أسبانية، وأكيد في بعض النسخات زي الإنجليزية وما خلافه، لكن هو موجود وهيتكلم معنا أكتر على كأس العالم، وهنتكلم معه أيضا على مباريات اليوم اللي كان فيها متعة وإثارة. طبعا قبل ما نبدأ مع حضراتكم فقط الأخبار هنروح لفصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم أولى فقرتنا وهي فقرة الأخبار.
اهلا بحضراتكم من جديد ونبدا بفقره الاخبار. واولى اخبارنا هي اخبار المنتخب الوطني. والسي ان ان خرجت بتصريح او بخبر ان هي تزعم اعتزال محمد صلاح دوليا، ومدير المنتخب يرد ويقول انه غير صحيح. اتحاد الكره يصدر بيانا حول تذاكر مباريات كاس العالم. كان كلام كتير اتقال في الفتره الاخيره، مباريات الاورجواي وايضا مباريات او مباراه مصر وروسيا، وكلام كتير قال ان في لغط في موضوع ترتيب تذاكر مباريات مصر ما في كاس العالم، وبالتالي اتحاد الكره هيصدر بيان علشان يرد فيه ويوضح كل شيء خاص بتذاكر المونديال. كابتن عصام عبد الفتاح بعد ما الكابتن جهاد جريشة شارك النهاردة في أولى مبارياته علشان ينضم للحكام المصريين في المشاركين في كأس العالم، أكيد صرح تصريح ولازم بما أنه موجود في روسيا في طبعا مع البعثة المصرية. صرح وقال جريشة قدم نموذجا مشرفا للتحكيم المصري بمونديال روسيا. كابتن جهاد جريشة شارك في مباراة اليوم، وبما ان احنا طبعا بنتكلم على المونديال ومشاركات لحكامنا المصريين في المونديال، لازم يكون معانا واحد من حكامنا الدوليين اللي بنتشرف بيهم وشاركوا في المونديال، طبعا الكابتن جمال الغندور. يا كابتن جمال كل سنه وانت طيب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك، وانت عارف انك انت غالي. ربنا يخليك يا كابتن جمال، عشان انت انسان جميل. ربنا يخليك يا كابتن جمال، الكابتن الجميل الكبير حبيبنا كلنا. ربنا يخليك يا كابتن جمال. طبعا انت عارف ان هو يعني حبيب الكل. اكيد يا كابتن جمال، واحنا يا كابتن بنتشرف وبنفتخر بحضرتك، واحد من حكامنا المميزين اللي متعونا طبعا داخل الملعب واكيد بتحليلات حضرتك خارج الملعب، لكن راي حضرتك يا كابتن جمال في اول ظهور لكابتن جهاد جريشه في مباراه ممكن تكون وان سايد جيم، لكن اداء يعني راي حضرتك الفني في اداء الكابتن جهاد جريشه؟ بص يا عمر، انت عارف ان المباريات ممكن تكون سهله، تمام، طريقه المباراه نفسها سهله، لكن قرارات الحكم اللي هي الغير صحيحه تخلي المباراه اصعب. مظبوط. نفس الوقت العكس، ممكن تكون مباراه صعبه جدا او مباراه فيها تنافس، والقرارات الصحيحه للحكم حسم الامور يخليها مباراة سهلة. ففكرة ان المباراة تكون سهلة او صعبة مش بس بمستوى الفريقين او في الفارق الفني بين الفريقين، الحكم كمان بيبقى ليه دور. تمام. يا اما دور ايجابي يا اما دور سلبي. مظبوط. انا شايف ان جهاد النهارده دوره كان ايجابي جدا. حسمه للامور من البداية، اعتقد ان ده سهل عليه المأمورية. وبعدين ساعد على كده انه الفريق الانجليزي بمستوى الفن العالي خلص على المباراة، فدي سهلت مهمة جهاد أكتر وأكتر. ولكن مش بس الفرق الفني هو السبب إن المباراة تبقى سهلة، وفي نفس الوقت إحنا هنفترض إن المباراة سهلة والحكم أخطأ فيها، فبالتالي ده مش عذر. في بعض الناس كانوا بيرددوا وإيه يعني دي المباراة سهلة؟ أعتقد إن أنا ردي عليهم إن المباراة سهلة، أنا بقيس مستوى الحكم، وأعتقد إن جهاد النهاردة مستواه كان رائع، عنده شجاعة، ما عملش حساب للنتيجه، فرقه خسرانه 3 خسرانه 2 خسرانه 4 وفي ركله جزاء بتتحسب، وده درس للحكام ان هو ما يدخلش نفس الطرف في اي مباراه. كابتن جمال، ضربتين جزاء الكابتن جهاد احتسبهم في مباراه في كاس عالم، شايف ان دي جراءه منه؟ لا، انا شايف ان هو عمل واجب، اصل ركله الجزاء عمر هي فاول. مظبوط. فاول، والصفاره بتطلع على انه فاول، كون انه جوه منطقه الجزاء ضد المدافع بتبقى ركله جزاء، عشان بس الناس ما تخافش منها، وده اللي طول عمرنا بنعلمه ده، ان هي مخالفه فاول، عشان في بعض الحكام تلاقي الفاول الخفيف هو منطقه الجزاء ما يحسبوش على المدافع، ولكن لما يحصل في اي مكان ثاني في الملعب يحسبه. دي الخفيف، عشان كده في الجزاء لازم تبقى متاكد من قرارك، لا هو ركله الجزاء هي فاول، هي مخالفه، بس مكان حدوثها بيبقى جوه منطقه الجزاء. فانا شايف انه بالعكس هو جهاد، انا بقول لك شجاعته في ايه؟ انه ما تاثرش بالنتيجه في ركله الجزاء الثانيه. مظبوط. لكن هي ركلات الجزاء النهارده كانت سهله، كانت واضحه. اعتقد ان جهاد نفذ التعليمات في الثانيه، ركله الجزاء الثانيه اللي هي ان هو كانت كره ثابته وحذر اللاعبين قبل الاستئناف،
عشان انت عارف المسك والشد والحاجات دي بتحصل في كل تنفيذ الركلات الثابته، سواء كانت الركنيات او الفاولات اللي من على الجانبين. تبص تلاقي مدافع ماسك في مهاجم ومهاجم ماسك في مدافع، وخطط النهارده انا يمكن حذرت ده في بدايه المونديال، شفت حاجه جديده بتتعمل، بيجي الثلاثه مهاجمين يقفوا ورا بعض وواحد فيهم بيمسك زميله من الفانيلا قبل التنفيذ وهي بتتنفذ اللعبه يقوم شده. فانا سالت نفسي هو بيعمل كده ليه؟ فواضح ان دي خطط بيعملوها برضو المدربين عشان الشد ده يبان للحكم ان مهاجم بيتشد. مظبوط. فالحكم هنا ممكن تكون زاويه رؤيته مش واضحه زينا كده، فيشوف الشد بالمنطق، هو مين اللي هيشد المهاجم؟ المدافع. كابتن جمال، مال في موقف زي ده، بما اني هسال حضرتك سؤال على تقنيه الفيديو، هل حضرتك شايف او عايزين نشرح للساده المشاهدين تقنيه الفيديو، هل هو راجع لقرار حكم الساحه ان هو يرجع ليها ولا لا، ولا الحكم اللي مسؤول عنها بيبلغ الحكم بالواقعه وهو على اساسه يقول اه او لا؟ بص، هي العمليه بسيطه جدا. تمام. عشان 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 نتكلم بالمنطق وانا بصفر على اي قرار في الملعب، انا متاكد ان انا مليون في الميه شاك. تمام. حتى لو بصفر غلط. تمام. هو مفيش حد هيصفر وبعدين يرجع يسأل. مظبوط. هو اللي بيحصل ان الحكم بياخد القرار، وبعدين اللي موجودين جوه اللي هم الاربعه كل واحد فيهم ليه دور بيتابع حاجه معينه، فعلى طول عندهم جوه التقنيه الحديثه دي عندهم بسرعه يقدروا يعملوا الاعاده بسرعه، ويقدر يبعت للحكم رسائل سريعه، اما مثلا يقول له تمام برافو عليك مثلا. تمام. او يقول له ايه استنى شويه، اخر الاستئناف شويه عشان انا عايز اتاكد. فبيحكم بيأخر الاستئناف شويه لغايه لما هو يتاكد وبعدين يبلغه بالقرار. فكره ان الحكم يصفر ويحسب وبعدين يسال، انا بستبعدها. لان انت 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 مطلوب منك انك انت تركيزك العالي وبتجري تاخد زاويه الرؤيه وبتصفر على قرار او بتاخد قرار صفر او ما تصفرش. على فكره الفكره مش فكره انك تصفر. تمام. لان في حالات هنا الحكام ما صفروش على ركله جزاء وبعدين جاله في السماعه قال له في ركله جزاء. يعني على سبيل المثال يا كابتن جمال، مباراه مصر الحكم صفر خطا لكنه حسبها من خارج منطقه الجزاء بعد ما لعيبه منتخب مصر اعترضت وقالت له شاورت له على يعني بايديها الفيديو، رجع يعني رجع لحكم اللي مسؤول عن تقنيه الفيديو وقال له ركله جزاء، قال له العرقله من جوه. تمام. ما هو ده اللي انا بقوله لك. تمام. بص يا عمر، انا باكد على كلام حضرتك طبعا. هو لما صفر خد القرار اللي هو شايفه. تمام. او يمكن يكون الحكم ده يعني خد بالاحوط بالنسبه له ان انا هحسبها بره عشان انا شاكك، ولو هي من جوه هيقول لي لا واللعب واقف، ولو طلعت قررت هاش يبقى انا هحسبها. يعني هو بالنسبه له يمكن يكون فكر بالطريقه اللي انا بتكلم فيها. يعني انه الامور بتبقى سهله طول ما اللعب واقف. اكيد طبعا. مظبوط مظبوط. ليه؟ انا صفرت فاللعب واقف، فعندي فرصه ااخر اللعب لغايه لما اعرف القرار الصحيح، سواء كانت جوه او بره. هو صفر عشان هو ما كانش متاكد، لان بيني وبينك هي اللعبه صعبه طبعا. يعني انا مش سهله ان انا احدد وانا في الملعب اذا كان جوه ولا بره. فلما صفر هو بدل هو برضه تعالى نكتبها بالمنطق كده، لما انا صفر ضربه جزاء وترجعها لي بره، مشكله بالنسبه لصاحب اللعبه اللي له الحق. تمام. لكن لما صفرها بره وبعدين الفيديو يقول لي لا دي جوه، اقل من اقل تاثير. ليه؟ لان كده كده في واحد مرتكب مخالفه. مظبوط. يعني يا كابتن جمال، طيب طب يعني حضرتك، يعني بما ان احنا بنتكلم على تقنيه الفيديو، هل حضرتك شايف ان هي سهلت على الحكم امور كثيره جدا، ولا زادت من صعوبه الموقف داخل الملعب بعد ما بيتم اتخاذ اي قرار؟ بنلاقي دايما اعتراضات من اجهزه فنيه ولاعبين للضغط على الحكم للرجوع الى تقنيه الفيديو للتاكد من القرار، هل دي بقى حضرتك شايفها ازاي؟ بص بقى يا عمر، وخد بالك من ايه؟ من الكلمتين اللي هقولهم. تمام. هي تقنية الفيديو لم تساعد الحكم. تمام. هي ساعدت الفرق. ساعدت. تمام. الفريقين. مظبوط. لكن هي لم تساعد الحكم. تمام. ليه؟ أنا هقول لك على حاجة عايزة تدريب من الحكام على إنه يتحمل
انه يتم اكتشاف ان قراره خطا دون ان يتاثر في بقيه المباراه. مظبوط طبعا. ولو ده حصل معاه مره واثنين وثلاثه لابد من التدريب على انه ما يتاثرش. تمام. انه خلي بالك لو احنا حسبناها كده، لو انا انت كل شويه تصلح لي قرار، انا هاجي في لعبه مشابهه بعد كده هبقى متردد. صح طبعا. احسب ولا ما احسبش؟ فبالتالي دي عايزه تدريب على كده، لكن هي لم تساعد الحكم بقدر ما هي ساعدت الفرق. تمام. الحكم، وانا يمكن ويمكن بقول لك الكلام ده، انا يمكن كان في اتصال بيني وبين جهاد امبارح عن طريق المراسله، وبقول له شويه نصايح، فمن ضمنها قلت له انت وانت بتحاكم النهارده او بكره ما تعملش حسابك انك انت معاك دي. بالظبط طبعا، نصيحه مهمه جدا، ويمكن حضرتك كنت يعني حكمت في ظروف كده، يعني حضرتك كنت موجود تحكيم حضرتك في كاس العالم كان بدون اي تقنيات. لا ده انا هقول لك على حاجه ما اعرفش هتعرفوا تكتبوها ولا لا، لو عندك جهاز اعداد. لا ان شاء الله هنعرف. جبها من على النت. انا في سنه 98 يعني من 20. انا فاكر يا كابتن، انا فاكر الواقع يا كابتن جمال. احتسبت هدف لثلاث من تشيلي في النمسا، ما كانش فيه لا تقنيه فيديو ولا في تقنيه خط مرمى ولا حاجه من دي، وكان في منتهى الصعوبه. التوفيق والتمركز الجيد والتركيز بيساعدك اكتر بكتير من الفيديو. الفيديو ممكن يرجع يصحح لي حاجه، بس انا لازم وانا موجود اجتهد بقدر المستطاع، ابذل مجهود كبير، اخد زاويه الرؤيه اللي تخليني انا اشوف. وبعد كده لو هو صحح لي حاجه يبقى ساعدني، لو اكد على قراري هتديني ثقه اكتر وانا جوه الملعب. شوف بقى العكس بقى، لما يقول لي انت قرارك صحيح انا كنت في المكان الصحيح وكنت بجري صح، ده يزودني ثقه في النفس، يضيع احساس التعب اللي جوايا، وبالتالي هيفيد الحكم هنا تاكيد قراره اللي خده في ارضيه. عشان كده لما اتكلمت مع جهاد قلت له يعني بالنسبه لك اعتبر انك انت معكش فيديو اسيستنت واشتغل لوحدك، وخلي بالك لو صحح لك قرار ولا في اي مشكله، لان هو الغرض منه تصحيح القرار، عشان انت عارف احنا عندنا احنا هنا تعودنا كمصريين ان تبقى مصيبه بالنسبه للحكم ان هو يكتشف ان حد انه في مثلا رمي التماس غلط ولا فاول ما اتحسبش او حاجه. يعني يا كابتن جمال اخيرا، هل حضرتك شايف ان تقنيه الفيديو لو اتنفذت في الدوري المصري بشكل رسمي، هل هي حضرتك مفيده للكره المصريه وهتفيد التحكيم ولا هتكون مضره؟ بدون دخول في تفاصيل، انا عارف ان حضرتك مش بتحب تتكلم في التفاصيل دي، لكن هي من وجهه نظر حضرتك او لا، عشان اشيل من حضرتك الحرق خالص. لا لا خالص. بص يا عمر، احنا اولا لا نملك ان احنا نطبق التقنيه. تمام. لا نملك. تمام. هي يعني عشان اطمنك يعني. تمام. عشان هي تكلفتها عاليه جدا جدا جدا. واحنا لا نملك ده، سيبك من احنا نجيب مونيتور ونستنى اللقطه لما تتعاد ولما المخرج يعيدها، ده موضوع طبعا يعني كان اجتهاد من الناس وعملوه. تمام. لمجرد ان احنا بس الناس تقتنع، لكن حتى لو احنا عندنا بقى التقنيه دي وموجوده في ملاعبنا، عقليه المسؤول المصري مسؤول في الفريق، عقليه المشجع، عقليه اللاعب، اعتقد ان هي هتختلف كثيرا عن اللي انت بتشوفه في كاس العالم، وهتسبب مشاكل كتير جدا. فانا بالفم العريض بقول لك لا. تمام. يعني حضرتك ضد تقنيه الفيديو. يعني يا كابتن حضرتك يعني الافضل عشان طبعا لصالح الكره المصريه. انا بخبره 35 40 سنه في الكوره. طبعا يا كابتن خبره كبيره. طبعا طبعا. انا بكلمك بخبره ده ودراسه اسلوب تفكير وعقليات كل عناصر الكره في مصر. مش ممكن هيقدروا، محتاجين وقت كتير قوي عشان نبتدي نؤهل نفسنا ان احنا نتعامل مع التجربه في ملاعبنا. محتاجين وقت. غير كده وكده زي ما قلت لك هي بتحتاج الى تكلفه عاليه جدا. طبعا. وبعدين عشان تطبقها في الدوري المصري لازم يكون عندك التقنيه دي موجوده في 10 او 12 او على الاقل 12 ملعب كوره اللي بتلاقي فيهم الدوري. وبعدين ازاي انت هتطبقها في القسم الاول، طب والقسم الثاني، طب مباراه الناشئين، طب القسم الثالث، طب انت بتلعبني في مباراه بتقنيه فيديو وانا جالي فيها كذا حاله كان ممكن استفيد منها، الماتش اللي بعديه بلعب في مباريات فيها تقنيه فيديو وتقنيه فيديو بيلغي لي هدف كان ممكن ما تجيش لو مش موجوده. هتخش تفاصيل
وحاجات دقيقه جدا هتصعبك. يعني يا كابتن جمال بشكرك شكرا جزيلا، حكمنا المونديالي، على وجود حضرتك معايا، كان راي حضرتك مهم جدا في اول مشاركه للكابتن جهاد جريشه في اولى مبارياته في كاس العالم مونديال روسيا 2018. وزي ما سمعنا من الكابتن جمال انه طبعا راضي على اداء الكابتن جهاد، ونصيحه مهمه جدا منه على لا تعتمد على وجود تقنيه فيديو، ده اللي سهل من مأمورية الكابتن جهاد جريشة في أدائه في المباراة وأيضا احتسابه ركلتين جزاء. كان قراره صحيح 100%، دايما ثقة الحكم هي اللي بتنجحه خلال سير المباراة. لسه مكملين مع الأخبار سريعا، بنتكلم على طبعا إصابة عمر جابر هتبعده عن مشاركته أو وجوده في مباراة منتخب مصر أمام السعودية. الشناوي يحرس مرمى منتخب مصر أمام السعودية، والحضري يشارك بديلا. الحضري عن أزمته مع المنتخب، لو فعلت مشكلة لما تواجدت بالمؤتمر الآن. طبيعي جدا الراجل موجود في المؤتمر الصحفي يكون كابتن منتخب مصر، وكان تعليقه بيقول لو كنت عامل مشاكل ما كانش زماني هبقى موجود وبرد على أسئلة حضراتكم، لكن على المستوى الشخصي نتمنى وجود ورؤية الكابتن عصام الحضري في مباراة مصر والسعودية علشان يسجل ريكورد أكيد كلنا هنفتخر بيه وكلنا هنتشرف بيه، إن في يوم من الأيام يكون أكبر حارس شارك في تاريخ المونديال هو حارس مصري متألق، يعني حاصل على العديد من الألقاب الفردية والجماعية مع منتخب بلاده. كوبر نلعب على الفوز أمام السعودية، وصلاح لم يتم استغلاله سياسيا بشيشان. منتخب مصر يرتدي القميص الأبيض أمام السعودية غدا، واتحاد الكرة عقوبات على المتسبب في خروج فيديوهات من غرف اللاعبين. عمرو وردة اللاعبون لم يبخلوا بشيء ولا يوجد مجاملات بالمنتخب. باشمهندس هاني أبو ريدة معسكر المنتخب في روسيا مثال للالتزام والانضباط. السفير الألماني يهدي مرتجي قميص المانشافت بعد الفوز على السويد. كوبر اعتذر للمصريين وتحمل مسؤولية والتجديد من عدمه بعد مباراة السعودية. أما اتحاد الكرة كوبر لن يوافق على تجديد عقده مع الفراعنة. نروح لأخبار المونديال. ماني أفضل لاعب في مواجهة السنغال واليابان واللي بتخلص 2-2، ماني نجح أنه يتألق ويحرز في المباراة. شاكير يقود مواجهة تحديد مصير الأرجنتين في المونديال، وانتحار مشجع هندي بسبب ميسي. أما مدرب أورجواي يخشى جمهور روسيا. إنجلترا تعادل رقم البرازيل وفرنسا في المونديال، وطبعا قائد المكسيك يطمع في إنجاز فريد أمام السويد. أما هاري كين يعني رجل مباراة إنجلترا وبنما بيتصدر هدافي كأس العالم، بيتألق مش بس مع توتنهام، لا ده كمان بيتألق مع منتخب بلاده. هاري كين واحد من اللعيبة اللي فعلا من ممكن نشوف ان هو يعني بيسجل من ركلات جزاء، ممكن نقول ان في توفيق كبير في احرازه للاهداف، لكن عمر ما التوفيق بيجي للبني ادم غير لما بيكون هو اجتهد وتعب. هاري كين ممكن بيكون بيختار اماكن مميزه، اماكن هو عارف ان الكره هنا هتجيله، حتى لو خبطت فيه وغيرت اتجاهه، حتى لو حصل توفيق كبير، حتى لو ما كانش مشارك في بدايه الكره، لكن في الاول وفي الاخر هو بينجح ان هو يحرز اهداف وبيتصدر دايما هدافي البطولات، سواء الدوري الانجليزي او البطولات سواء مع منتخب انجلترا في اليورو او في التصفيات او في بطولات كاس العالم، ودي يمكن اول بطوله كاس عالم يلعبها هاري كين مع منتخب انجلترا. قناع الوجه يقرب سباستيان رودي من مواجهة كوريا الجنوبية، وجماهير بنما تحتفل بالهدف التاريخي في شباك انجلترا. انجلترا بتلاعب بنما، انجلترا بتتفوق بست اهداف، اما منتخب بنما يجيله ركلة جزاء فيتم احتسابها واحراز هدف، وفرحة هستيرية وفرحة جنونية لجمهور بنما. وفي فيديو طريف شفناه تداول على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ان مدير فني المنتخب بنما راح لساوث جيت وبان يعني لغة الإشارة، احنا بنفهم يعني، حتى تم يعني سؤاله بعد المباراة كنت بتقول لساوث جيت ايه، فبالتالي هو ما ردش، لكن واضح جدا انه كان بيطلب الرحمة من المدرب الانجليزي، طلب منه ان هو خلاص كفاية، يعني الشوط الاول خلص بخمس اهداف مقابل لا شيء، وبالتالي يعني كان واضح جدا من الرسالة، وده اللي يعني اعتقد ده اللي امر بيه ساوث جيت، ان هو يعني يبدأوا انه يبقى فيه يعني لعب كرة شوية من جانب المنتخب الانجليزي، عشان طبيعي ان
المنتخب يعني منتخب انجلترا زي ما احنا شفنا عمل مباراه جيده وبالتالي خرج بست اهداف مقابل هدف واحد. يعني معانا اكيد واحنا بنتكلم على مباراه بكره ما بين مصر والسعوديه، معانا واحد من نجوم المنتخب السعودي من نجوم المنتخب السعودي كابتن ابراهيم السويل عشان يتكلم معانا عن مباراه بكره ما بين مصر والسعوديه. كابتن ابراهيم منور على قناه الاهلي. اهلا وسهلا فيك يا كابتن عمر، صراحه اتشرف بتواجدي معك واتشرف صراحه بتواجدي في هذا البرنامج الرائع والممتاز والاكثر من رائع، وايضا ارحب بالموجودين معك في الاستديو. انا ماني عارف مين معكم موجود في الاستديو، لكن على العموم ارحب فيهم وارحب بالساده المشاهدين واتشرف فيكم جميعا. شرف لينا كابتن ابراهيم وجود حضرتك معانا، نجم من نجوم المنتخب السعودي. قمه قرويه بكره ان شاء الله في روسيا ما بين منتخبين عربيين شقيقين، المنتخب المصري والمنتخب السعودي. بالرغم من خروج المنتخبين من الجوله الاولى لكن تظل قمه بكل المقاييس. تعليق حضرتك الفني على المباراه ورؤيتك الفنيه في مباراه مصر والسعوديه بكره ان شاء الله. والله طبعا خلينا نقول في الاول نتمنى ان شاء الله انه تظهر بمظهر جدا مشرف للكره العربيه اولا وللكره المصريه والسعوديه خاصه. طبعا احنا شاهدنا في الحقيقه متاسفين انه المنتخب السعودي والمنتخب المصري ما ظهروا بالشكل المطلوب اللي كان المفروض يظهروا فيه في هذا المونديال الكبير والرائع اللي بيشاهده ملايين العالم. تمام. للاسف الشديد انه المنتخب السعودي والمنتخب المصري يعني كان مستواهم في هذا المونديال يعني وما ظهروا بالشكل المطلوب اللي كنا احنا نتمناه صراحه كمتابعين، لكن نتمنى ان شاء الله انه بكره يقدموا المستوى اللي يليق فيهم والمستوى اللي يليق في هذا المنتخبين الكبيرين بغض النظر عن النتيجه. نتمنى ان شاء الله انه نظهر بصوره مشرفه للكره العربيه. كابتن ابراهيم راي حضرتك في تفضل تفضل مع حضرتك يا كابتن. اما بالنسبه طبعا زي ما ذكرت بالنسبه للنتيجه طبعا نتمنى، انا بالنسبه لي كسعودي اتمنى المنتخب السعودي انه طبعا يفوز، لانه هذه النتيجه تعتبر للتاريخ وراح تسجل في طبعا في سجلات كاس العالم انه المنتخب السعودي تفوق على المنتخب المصري. لكن بغض النظر عن النتيجه زي ما سبق نتمنى تشريف المنتخبين. يعني كابتن ابراهيم حضرتك اكيد تابعت المباراه السعوديه الاولى امام منتخب روسيا ومنتخب السعوديه خسر بنتيجه كبيره، لكن المباراه الثانيه امام منتخب اورجواي منتخب السعودي ظهر بشكل رائع جدا لكن كان عنده بعض الاخطاء اللي موجوده عنده من المباراه الاولى. شايف ان المنتخب السعودي محتاج ان هو يتدارك اخطائه علشان يلعب مباراه فيها متعه كرويه امام المنتخب المصري غدا؟ والله اكيد احنا صراحه كمشاهدين وكمتابعين او كلاعبين سابقين ما كنا نتوقع ولو 1% ان المنتخب السعودي يظهر بهذا الشكل اللي ظهر فيه امام المنتخب الروسي. المنتخب الروسي فعلا فريق قوي فريق محترم، لكن في الحقيقه ايضا المنتخب السعودي يملك لاعبين جدا مميزين لاعبين مؤثرين في الوطن العربي. اعتقد انه من افضل اللاعبين كان بالامكان انه يظهروا بشكل افضل امام المنتخب الروسي، كان عندنا عناصر صراحه لم تقدم يعني حتى ولو يعني جزء بسيط من المستوى اللي هي معروفه عنه. للاسف الشديد انه اللاعبين فاجئونا وقدموا مستوى جدا مخيب امام المنتخب الروسي. ايضا المنتخب المصري ايضا فاجئنا حقيقه امام المنتخب الروسي وظهروا بصوره جدا مغايره للتوقعات اللي كانت صراحه موجوده انه المنتخب السعودي والمنتخب المصري راح يكسبوا المنتخب الروسي، وتكون بالنسبه لهم الحظوظ يعني قويه في المباراه الاخيره مين راح يكسب المنتخب المصري او المنتخب السعودي، وراح تكون حظوظهم بالتاهل لدور ال 16، لكن للاسف الشديد انه ظهرت بشكل جدا مغاير بصوره مختلفه زي ما توقع الشارع الرياضي.
يعني كابتن ابراهيم بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا. نتمنى ان شاء الله ان هي تكون مباراه تليق بمنتخبين عربيين شقيقين، يكون فيها متعه كرويه، يكون فيها روح رياضيه، مش شعارات ولا كلام بنقوله، لكن ان شاء الله تكون فعلا قمه كرويه في الروح الرياضيه من الجمهور المصري والسعودي، وايضا ما بين المنتخبين، ما بين اللعيبه وما بين بعضها. في الاول وفي الاخر دي مباراه كره قدم، ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبين. نكمل باقي اخبارنا في المونديال، وكنا بنتكلم على جمهور بنما الذي يحتفل في طبعا هدف التاريخ اللي سجله فيه شباك انجلترا. نروح للفيفا، يغير مكان مران منتخب المغرب. المغرب عندها مباراه اخيره ان شاء الله امام منتخب اسبانيا. نتمنى ان المنتخب المغربي يحقق انتصارا تكمله لمستواه الطيب، لكن ما فيش توفيق للمنتخب المغربي، ما كانش يستحق تماما الخساره من منتخب البرتغال اللي كسب 1-0، وبالخبره وبالقائد عرف ان هو يفوز على منتخب المغرب. اوتشوا حارس مرمى المكسيك، فوز المانيا الدرامي لن يغير خطتنا امام السويد. خلاص منتخب المكسيك صعد لكنه يطمح في صداره المركز الاول بجداره، منتخب السويد لسه عنده فرصه ان هو يصعد، لكنه طبعا يعني المجموعات معقده، ما فيش غير المجموعه الاولى اللي بنتكلم عليها روسيا وأوروغواي بيتخانقوا مين هو المركز الاول والمركز الثاني. المجموعه ايضا السبعه اللي فيها بلجيكا وانجلترا لسه برضو نفس الخناقه ما بين الاول والثاني، لكن باقي المجموعات بنشوف مين، يعني عندنا ثلاث فرق على الاقل بيتنافسوا على الاول والثاني، فبالتالي يعني مونديال ممتع جدا جدا. يعني بنتكلم على بعض لاعبي منتخب الارجنتيني زي اوتاميندي وميركادو ولوكاس فيليا بيشاركوا في تدريبات الارجنتين قبل مواجهه نيجيريا. عايز اقول لحضراتكم خبر يمكن هو مش موجود عندي لكن انا يعني قريته في بعض المواقع الكبيره الاوروبيه، ان تم عزل المدير الفني خورخي سامباولي من القياده الفنيه، وانه بس هيكون متواجد منظر فقط لا غير. الكلام ده انا قريته لكن متاكد منه 100%؟ لا طبعا، لكن بعد المستويات المتدنيه للمنتخب الارجنتيني وان في صعوبه في اقاله مدرب خلال بطوله كاس العالم، وايضا يوجد شرط جزائي كبير جدا، فبالتالي تم الاتفاق من جانب رئيس الاتحاد الارجنتيني ولاعيبه منتخب الارجنتين ان هو يتم التنسيق ما بينهم وما بين بعض طبعا في مباراه يعني المباراه اللي بالنسبه لهم اللي هتكون امام نيجيريا، اللي هي يعني هتحسم كل شيء. ميسي في اخر فرصه ليه في مشاركاته في كاس العالم لاثبات الذات للمنتخب الارجنتيني. ميسي برشلونه حاجه وميسي الارجنتين حاجه تانية خالص، فبالتالي دي كلام بنقراه لكن هنشوف وهنعرف في مباراه الارجنتين امام نيجيريا، وهيبان لنا كمشجعين بسم الله ما شاء الله. احنا دلوقتي الجمهور بقى يعرف يميز، بقى يفهم في كره القدم، فهيبقى عارف ده كلام صح ولا لا. طبعا هنروح لبوجبا ومونديال روسيا قد يكون الاخير لي، مش عارف تصريحات ناتجه عن غضب ولا بوجبا بيتكلم بجد. مدرب البرازيل ينضم لضحايا لعنه الاصابات، اما لوفرين يؤكد احقيه مودريتش بالكره الذهبيه، وكافاني نتائج مونديال روسيا غير مفاجاه، ومدرب كوريا الجنوبيه الدوري المحلي وراء ظهوره سيء في كاس العالم، واخواكيم لوف الشخصيه الالمانيه سر الفوز الملحمي على السويد، وكروس البعض في المانيا تمنى خروجنا من المونديال، واخيرا مدرب بلجيكا الفوز بكاس العالم يعتمد على عقليه اللاعبين. خلصنا اخبارنا اللي موجوده مع حضراتكم في الفقره الاولى قبل ما نبدا فقرتنا الثانيه بالجرافيكس ومباريات اليوم وغدا. نروح لتقرير سريع نرجع نكمل مع حضراتكم. دخل الصراع على لقب هداف نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الملاعب الروسية مرحلة الجد، وذلك بين الثنائي الخطير كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي ونجم خط هجوم بلجيكا روميلو لوكاكو الذي خاض كل منهما مباراتين في دور المجموعات بالمونديال، سجل 4 أهداف تقاسم على أثرها صدارة الهدافين حتى الآن. الدون
ما زال يعيش على وقع موسم استثنائي نجح خلاله في قيادة فريقه ريال مدريد الإسباني لتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، ليواصل تألقه رفقة الملاحين في أكبر المحافل الكروية بلاعب دوري المنقذ الذي يحمل على كاهله أحلام وآمال البرتغاليين في المنافسة وبقوة على نيل الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخه. صاروخ ماديرا البرتغالي استهل مشاركته المتميزة بتسجيل أول هاتريك في النسخة الحالية لكأس العالم في شباك إسبانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثانية، قبل أن يحرز هدفا ثمينا في مرمى المغرب بالجولة الثانية. عزز من حظوظ برازيل أوروبا في العبور للدور الثاني بامتلاكه 4 نقاط متقاسما صدارة المجموعة مع كتيبة الماتادور الإسباني. على الجانب الآخر، نجحت الدبابة البشرية البلجيكية في تمزيق شباك المنافسين واحدا تلو الآخر، بدأها بهدفين رائعين سجلهما ضد بنما في إطار فعاليات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، قبل أن يملأ جعبته بمزيد من الأهداف بإحراز ثنائية أخرى سكنت المرمى التونسي ليقود منتخب الشياطين الحمر لخطف البطاقة الأولى للتأهل لدور 16 عن المجموعة، أملا أن يواصل رفقة بلجيكا المرصعة في هذا المونديال بنجوم من طراز فريد في تحقيق المفاجأة والصعود لنهائي الحلم، ولما لا بمباغتة الفرق الكبرى والفوز بالأميرة العالمية. المنافسة على لقب هداف المونديال لن تقتصر فقط على كريستيانو ولوكاكو، بل إنهما سيواجهان منافسة شرسة من جانب الثنائي الآخر دينيس تشيرتشيف نجم المنتخب الروسي المستفيد من عاملي الأرض والجمهور، ودييغو كوستا مهاجم إسبانيا بطلة العالم بنسخة 2010 في جنوب إفريقيا، حيث يمتلك كل منهما 3 أهداف على أمل زيادة الغلة في المباريات المقبلة للبطولة وحصد الجائزة الغالية. صراع الهدافين في كأس العالم كشف عن مفارقة غريبة توضح مدى العقم التهديفي الذي بدت عليه المنتخبات العربية الأربعة المشاركة التي سجل مهاجموها مجتمعين 4 أهداف فقط بعد خوض جولتين بدور المجموعات، لتتساوى مع الثنائي المتصدر للقائمة كريستيانو رونالدو ورومانو لوكاكو. هذا القدر الضئيل من الأهداف العربية والمسجلة بالمونديال لم يشفع لأي من هذه الفرق التي ظهرت بلا أنياب في إسعاد الجماهير المتعطشة لتحقيق إنجاز ليودع البطولة من الباب الخلفي. أهلا بحضراتكم من جديد، ونبدأ الفقرة الثانية معاكم وهي فقرة اليوم وغدا، وبنستعرض مع حضراتكم مباريات اليوم والنتائج ومباريات غدا والترتيب. قبل ما أبدأ معاكم، تقرير اللي احنا تابعناه مع حضراتكم كان قبل مباراة بنما وانجلترا، طبعا هداف منتخب أو هداف المونديال هو هاري كين، بيتفوق على رونالدو وبيتفوق على لوكاكو ب5 أهداف، أما رونالدو ولوكاكو عندهم 4 أهداف. ما فيش شك أن 3 لعيبة من الطراز الرفيع والفريد، وأكيد طبعا كلنا في الآخر مستفيدين كمشجعين ومتابعين للمونديال. 3 مباريات مهمين جدا أقيموا اليوم، كلها كانت ممتعة، كلها كان فيها غدارة من الأهداف، لكن هنبدأ بأول مباراة، والمباراة اللي حكم فيها حكمنا المصري جهاد جريشة هي مباراة إنجلترا وبنما، وانتهت بفوز منتخب إنجلترا، نتيجة كبيرة جدا، أكبر نتيجة في المونديال حتى وقتنا هذا هو 6-1، نتيجة كبيرة جدا جدا. نروح للمجموعة الثامنة ومباراتين قمة في السخونة، يمكن 7 أهداف في مجموع اللقاءات. اليابان بتتعادل مع السنغال، أيوة اليابان بعد ما السنغال تفوقت 1-2 هي اللي بتتعادل مع منتخب السنغال، والسنغال قدم كرة ممتازة، السنغال بتعمل في صمت، منتخب السنغال فعلا مشرف للكرة الأفريقية. ممكن يكون السنغال مش اسم تقيل في أفريقيا، لكنه منتخب بيمتعنا بالكرة الجميلة، بيمتعنا بالنجوم يعني اللي موجودة في أوروبا وفي داخل المنتخب، يعني ساديو ماني ما فيش يعني أحلى من كده، لاعب كرة قدم النهاردة بيحصل على مان اوف ذا ماتش أو رجل المباراة، وأيضا بيتألق مع ليفربول بجانب محمد صلاح. أما بولندا اللي كنا متوقعين ليها أداء أفضل
من كده بقياده روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، بتخذل الجميع وبتخسر للمباراه الثانيه بنتيجه ثقيله 3-0 امام المنتخب الكولومبي. اللي انا شايف من وجهه نظري ان منتخب كولومبيا تاثر في المباراه الاولى بالطرد المبكر لمدافع الفريق وايضا احتساب ركله جزاء، فبالتالي دخل فيه هدف عن طريق ركله جزاء وايضا خسر لاعب، لكنه لعب وسجل هدف التعادل لكنه لم يستطع الصمود ل 90 دقيقة أمام المنتخب الياباني أو الكمبيوتر الياباني. دي زي ما حضراتكم شايفين بعد الجولة الثانية ترتيب المجموعة السبعة اللي بتضم المنتخب الإنجليزي صاحب المركز الأول برصيد 6 نقاط، بيتفوق يعني هو بيتساوى مع منتخب بلجيكا صاحب المركز الثاني اللي عنده 8 أهداف، والنقاط أيضا عنده 6 نقاط، أما تونس في المركز الثالث بصفر من النقاط، ومنتخب بنما عنده 0 نقاط في المركز الرابع. تونس لابد من المشاركة الإيجابية في مباراة بنما والبحث عن فوز أيضا معنوي لمنتخب عربي علشان يتم التسجيل في سجلات كأس العالم بفوز منتخب تونس في مباراته أمام منتخب بنما. دي المجموعة الثامنة اللي ناس كتير جدا شافوها مجموعة سهلة، يعني مجموعة سهلة إزاي؟ أنا مش فاهم. 4 منتخبات أقوياء، 4 منتخبات يعني قمة في المتعة الكروية. من وجهة نظري من أسهل المجموعات هي مجموعة منتخب مصر. مجموعة السنغال مركز أول 4 نقاط، اليابان مركز ثاني 4 نقاط، كولومبيا مركز ثالث 3 نقاط، أما بولندا مركز رابع بصفر من النقاط. المباراة القادمة كولومبيا هتلعب السنغال، دي بقى قمة فعلا، قمة فيها متعة كروية. اليابان عندها أمل والسنغال عندها أمل وكولومبيا عندها أمل، الثلاث فرق عندهم أمل، فبالتالي تبقى مواجهات شرسة جدا جدا جدا. نروح لمباريات غدا إن شاء الله، هيبقى فيه 4 مباريات الجولة الثالثة اللي بتكون في الدور المجموعة أو دور المجموعات. الجولة الثالثة بتبقى كل الفرق بتلعب في توقيت واحد، يعني أوروجواي وروسيا والسعودية ومصر هيشاركوا في نفس التوقيت الساعة 4 عصرا يوم الاثنين بكرة إن شاء الله 25 يونيو الساعة 4 عصرا. أما الساعة 8 هتبقى مباريات المجموعة الثانية، المنتخب الإيراني هيلاقي المنتخب البرتغالي، ومنتخب أسبانيا هيلاقي المنتخب المغربي. منتخب إيران ومنتخب البرتغال الفرص متساوية، منتخب إيران لو كسب يصعد، منتخب البرتغال لو كسب أو لو تعادل يصعد. منتخب أسبانيا لازم طبعا يعني قدامه فرصة ان هو يكسب علشان يتأهل اول المجموعة، البرتغال واسبانيا بيشوف مين فيهم اللي هيتأهل اول، لكن ايران عندها فرصة كبيرة جدا ان هي لو فازت اكيد طبعا هتصعد مع منتخب اسبانيا لو حقق نتيجة ايجابية. وبما ان احنا بنتكلم على طبعا مباريات اليوم ومباريات غدا، معايا واحد من محللين الكرة اللي بنستمتع بيهم وبرأيهم الفني دكتور طارق الأضر عشان يتكلم معانا باستفاضة عن رأيه في مباريات اليوم وأيضا في مباريات غدا. دكتور طارق أهلا بك يا عمر وأهلا بكل السادة المشاهدين. يعني دكتور طارق أكيد طبعا يعني بنستمتع بتحليل حضرتك الفني وتعليق حضرتك، يعني بنستمتع بالمعلومات والإحصائيات والمواقف اللي حضرتك بتحكيها خلال تعليقك على المباريات، لكن يعني البعض زعم أن المجموعة الثامنة من أسهل المجموعات يكاد يكون أضعف من مجموعة مصر، تعليق حضرتك على النقطة دي. المجموعة الثامنة؟ مجموعة السنغال واليابان طبعا، يعني أنا كنت بسمع أو سمعت في بعض القنوات وبعض الإذاعات إن المجموعة الثانية من أضعف المجموعات ده من قبل بداية المونديال، فعايز أسأل حضرتك يعني النقطة دي، يعني هم إزاي الناس شافوا المجموعة الثانية بعد المباريات الرائعة وبعد النتائج اللي بتحقق من والغزارة من الأهداف اللي بيتم تسجيلها، إزاي ضعيفة؟ كلام عادي تماما من الصحة، بعيدا عن المنتخب البولندي اللي ظهر يعني بأسوأ صورة دولية لي في السنوات الأخيرة سواء على مستوى كأس العالم أو على مستوى بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو، فإن المنتخبات الثلاثة اللي هي اليابان والسنغال وكولومبيا قدمت عروض أكتر من رائعة، يعني بيني وبينك أفضل يعني بكتير جدا من كتير من المجموعات، مش المجموعة الأولى بس. تمام. يعني النهاردة المنتخب الياباني بيدي درس جديد في الاداء التكتيكي والبدني، يعني اداء يجمع بين التكتيك العالي جدا والناحيه البدنيه العاليه جدا. النهارده مش شايفين مباراه اليابان مع السنغال مباراه فريقين يتمتعوا
بقدرات بدنية خارقة جدا، وشايفين مباراة في السرعات ومباراة في التكتيك أيضا. المنتخب الكولومبي بعد يعني ظهور يعني إلى حد ما لم يكن في المستوى في المباراة الأولى، ظهر النهاردة بمستوى كويس جدا، خسر طبعا من اليابان في المباراة الأولى، وكلنا عارفين ظروف طرد نجمه في الدقائق الأولى من المباراة. يعني أي فريق في الدنيا في الدقيقة 3 من المباراة يعني يتعرض لحساب ضرب الجزاء وطرد لاعب، يعني هيكمل تقريبا مباراة كاملة ب10 لاعبين وضرب الجزاء ترجمت إلى هدف، يعني متأخر بهدف وهو بيلعب ب10 لاعبين، لازم يتأثر تأثر كولومبيا طبعا طبعا. النهاردة الوجه الحقيقي لكولومبيا ظهر، ظهر الوجه الحقيقي لكولومبيا في مباراتها النهاردة الحقيقة الأكثر من رائعة أمام بولندا، فوز 3-0، أداء عالي جدا، أكثر من لاعب ظهر بشكل رائع جدا، رادوميل فالكاو عاد إلى قدراته التهديفية، النهاردة اللاعب خوان فرناندو كونتيرو عمل مباراة رائعة، أنا بعتبره واحد من نجوم المباراة أكيد طبعا، يعني النهاردة عمل مباراة أكثر من رائعة رغم لم يسجل، لكن له دور حقيقي في الشكل الرائع اللي كان عليه المنتخب الكولومبي. فالسؤال اللي انت بتسأله لا طبعا غير صحيح تماما، اي حد يصرح بان المجموعة الثامنة كانت اضعف المجموعة الاولى غير صحيح، لان ثلاثة من فرقها انا بعتبرهم من افضل الفرق تكتيكيا وبدنيا في المونديال كله. يعني مباراة انجلترا وبنما زي ما حضرتك شفت 6 أهداف مقابل هدف، مباراة كانت وان سايد جيم، لكن هل حضرتك شايف ان المنتخب الانجليزي لحد دلوقتي لم يتم اختباره حقيقيا، والمباراة القادمة هي اللي هتحكم في مستوى انجلترا سواء ان هو يقدر فعلا ينافس على اللقب ولا لا امام المنتخب البلجيكي القوي؟ والله شوف هقول لك على حاجة، نعم المنتخب الانجليزي لعب مباراتين فقط امام تونس اللي الحقيقه لم تظهر بشكل جيد في هذه البطوله، وامام منتخب بنما الضيف الجديد على المونديال واللي ما اعتقدش ان هتبقى فرصه سهله بعد كده حتى في التواجد في المونديال مره اخرى، لكن المنتخب الانجليزي خلينا نقول حتى من تابعوا الكره الانجليزيه لسنين وسنين انا اكاد اقول لك ان هذا المنتخب الانجليزي هو الافضل في الصوره العامه لانجلترا منذ بطولتين. البطولة الأولى هي كأس العالم اللي كانت في سعيد اللي كانت في إيطاليا اللي احنا كنا شاركنا فيها والمنتخب الإنجليزي وصل إلى المربع الذهبي، والمرة الثانية في بطولة اليورو اللي هي 96 اللي ظهر فيها برضو المنتخب الإنجليزي بشكل إلى حد ما جيد. من 96 وحتى الآن لم تظهر الكرة الإنجليزية مثلما ظهرت في هذه البطولة. مظبوط، يعني على قد إن أنت عندك حق إن هو الفريقين اللي قابلوهم ما يعتبروش يعني مجس حقيقي لقوة المنتخب الإنجليزي اللي هتظهر على حقيقتها بقى من وجهة نظر أنا في المباراة اللي هتحدد قمة المجموعة بينهم وبين بلجيكا، المباراة الختامية للمجموعة السابعة. لكن أنا شايف أن المنتخب الإنجليزي ظهر بوجه آخر تماما، بيلعب بطريقة تكتيكية يمكن ما شفناش عليها فرق أخرى، بيلعب ثلاثة وراء ثلاثة مدافعين النهاردة، كيري ووكر وستونز وماجوري وهندرسون، لاعب ارتكاز لوحده وقدامه أربعة لاعبين واثنين في راس الحربة رحيم ستيرلينج هاري كين، يعني 3-1-4-2 تقريبا طريقة ما بيلعبش فيها غير المنتخب الإنجليزي وسط طريقة 4-2-3-1 المتسيدة وبعض المنتخبات اللي بتلعب بطريقة 4-1-4-1، لكن المنتخب الإنجليزي متفرد بطريقة 3-1-4-2 اللي لعب بيها مباراتين في البطولة أمام تونس وأمام بنما. أنا شايف أن المنتخب الإنجليزي أظهر وجه مشرق جدا في هذه البطولة. المحك الحقيقي ليه هيكون سواء في مباراة بلجيكا على قمة المجموعة، لأن كلاهما يعني أنا مش شايف قوي أن قمة المجموعة السبعة بالذات يعني تفرق قوي مع الفريقين، لأن أي فريق هيقابلوه من المجموعة الثانية يعني أنا لو أنت سألت كده حتى المدير الفني من إنجلترا المدير الفني المنتخب البلجيكي لو سألتهم تلاعب مين بين الفرق الثلاثة المرشحة اللي هي اليابان أو السنغال أو كولومبيا هيحتار، يعني إيه هيحتار؟ هيحتار يقول لك ألاعب السنغال اللي هي عندها قوة بدنية وعندها بعض المهارات في الناحية الهجومية، وشفنا يعني أكثر من لاعب ظهر فيه في مقدمتهم من وجهة نظري أمباين يونغ اللاعب اللي الحقيقة في المباراتين ظهر بشكل جيد، لاعب في المباراة الأولى كبديل والنهاردة أساسي، أمباين يونغ من اللعيبة اللي أنا شايف إن هم هيبقوا من نجوم البطولة بعد كده، وايضا اللاعب نص الملعب بابانداي وادريسا جاي اللعيبه اللي هي مميزه في وسط الملعب اللي بيدوا حيويه ونشاط للمنتخب السنغالي، هيحتار اي اي من انجلترا او بلجيكا يلاعب اليابان اللي عندها قوه بدنيه رهيبه جدا، صعب جدا اي حد يجاري المنتخب الياباني في الناحيه البدنيه بقياده طبعا كيسوكو هونجا وشينجي كاجا
وماكوتو هاسيمي، يعني كل اللعيبه دي هيكونوا مميزين جدا، وبرضه المنتخب الكولومبي اللي اظهر وجه جيد جدا النهارده. فانت يعني انا شايف المجموعه اللي مفيش فرق قوي بين انك تطلع اول او تاني هي المجموعه السابعه، لانك هتلاعب واحد من الثلاثه دول اللي هم اليابان او السنغال او كولومبيا، صعب قوي تقول هلاعب منهم. يعني دكتور طارق ما ينفعش حضرتك تكون موجود معايا وما اسالش حضرتك عن مواجهه منتخب السعوديه غدا، اكيد مواجهه مهمه جدا، حتى لو منتخب مصر خرج من الدور الاول، لكن يبقى يعني الكلام اللي بيتقال او الكلام اللي احنا بنتمناه الخروج من مونديال روسيا بفوز يسجل في التاريخ وفق العقده، عقده الاهداف وعقده الانتصارات. تعليق حضرتك على مباراه غدا ما بين مصر والسعوديه. انت عندك حق، ست مباريات لعبه منتخب مصر بلا فوز، ده هو الفريق يعني الافريقي الوحيد اللي ما حققش انتصارات. كل الفرق الافريقيه اللي شاركت على كاس العالم عملت انتصارات، منتخب مصر طبعا لم يحقق اي انتصار، سواء في المشاركه الاولى سنه 34 او المشاركه الثانيه عام 90 والاثنين في ايطاليا، حتى في هذه المشاركه لم يحقق اي انتصار. فهي انا شايف انها مباراه شرفيه فقط لتسجيل في التاريخ اول فوز لمنتخب مصر، لكن المنتخب السعودي عايز اقول لن يكون صيد سهل، يعني نفس بالظبط بالظبط طبعا اللي بيعاني منها منتخب مصر هي الجراحه اللي بيعاني منها المنتخب السعودي الحقيقه، اللي فيه هجوم عليه جامد جدا في الشقيقه السعوديه بسبب ظهور الفريق باداء باهت واصابه مرماه ب يعني خمس اهداف في المباراه الاولى وهدف في المباراه الثانيه ست اهداف، لم يسجل اي هدف، كلها ارقام سلبيه للكره السعوديه. فانا شايف ان المباراه دي لانقاذ ماء الوجه وتسجيل بعض الارقام في سجل الفريقين، بالنسبه لمنتخب مصر تسجيل اول انتصار في تاريخه في كاس العالم، وبالنسبه لمنتخب مصر ايضا اذا ما شارك الحضري لتسجيل اسمه كاكبر لاعب في تاريخ المونديال منذ انطلاقه عام 1930، وبالنسبه للمنتخب السعودي هو حقق فوز قبل كده لو نذكر تماما المنتخب السعودي عمل في اول مشاركه ليه فوز كان فوز هام جدا، تعادل الدور الثاني امام منتخب بلجيكا لو تفتكر، الهدف العويران سعيد العويران اللي طبعا زي هدف مارادوني كده طبعا من نص الملعب وسجله هما. فانا شايف ان المنتخب السعودي ايضا عايز يحقق انتصار في هذه البطوله ويخرج بنتيجه ايجابيه ويسجل اي هدف حتى يذكر له في هذه المشاركه. فالمباراه شرفيه لكنها مهمه جدا لكلا المنتخبين لتسجيل يعني رقم في كاس العالم حتى يكون ايجابي في ظل المشاركه السلبيه في المباراتين السابقتين. يعني دكتور طارق بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، وبتشرف دايما بوجودك وتحليلك الرائع. دكتور طارق الادور نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه، دايما يعني بنستفيد من قيمه كبيره زي الدكتور طارق، زي ما سمعنا رايه في مجموعات كاس العالم، يعني فعلا سمعت اكتر من راي طبعا ناقد فن ناقد رياضي ومحلل فني على رأيه في المجموعة التامنة. اتكلم وقال ان المجموعة التامنة سهلة، ما فيش فيها يعني مش هيبقى فيها لا ند ولا قوة، لكن زي ما احنا شفنا وتابعنا المجموعة التامنة فيها ندية قوية جدا وقوة بدنية هائلة، منتخب السنغال والمنتخب الياباني والمنتخب الكولومبي والمنتخب البولندي الذي لم يوفق في المباراة، بالتالي مجموعة مصر هي الأسهل، لكن طبعا يعني قضاء وقدر ربنا أنه منتخب مصر يفشل في حصد أي نقطة من النقاط الستة، لكنه زي ما اتكلمت مع دكتور طارق عن فرص منتخب مصر أنها تحقق نتيجة إيجابية وفوز مهم جدا علشان ما يبقاش في منتخب عربي ولا منتخب أفريقي لم يحقق أي فوز، ومنتخب مصر إن شاء الله كمان جنب الفوز يحقق أهداف ويحرز اهداف علشان يكون عندنا كل اللعيبه او عندنا 3 4 لعيبه او 5 لعيبه هم اللي سجلوا اهدافهم في مونديال كاس العالم. ان شاء الله كمان مروحنا بعد كده لكاس العالم تكون حاجه سهله للعيبه منتخب مصر وللجمهور المصري اللي يعني زي ما احنا شفناه بعد 28 سنه بيتابع وموجود بشده في روسيا، احنا عارفين ان الجمهور المصري لا يبخل تماما على وجوده مع المنتخب المصري. قبل ما نروح للفقره الثالثه مع حضراتكم هنروح لتقرير سريع عن دوافع المنتخب المصري في مباراته غدا امام المنتخب السعودي.
يختتم منتخب مصر الأول مشواره بمنافسات كأس العالم 2018 بروسيا بمواجهة نظيره السعودي غدا الاثنين في لقاء تحصيل حاصل عقب وداع المنتخبين للمونديال وخروجهما رسميا من المنافسة على إحدى بطاقتي الترشح التي اقتنصها روسيا وأوروغواي كأول المنتخبات المتأهلة في الجولة الثانية، رغم أن مواجهة الغد بين الفراعنة والأخضر مجرد تحصيل حاصل، إلا أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة لدى المنتخب الوطني الذي يبحث عن الفوز غدا لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. يتحصن المنتخب الوطني بالعديد من الدوافع التي تجعله يخوض اللقاء بحثا عن الفوز وتحقيق الانتصار على السعودية وتحفزه من أجل حصد النقاط الثلاث في المواجهة. في مقدمة هذه الدوافع والحوافز رغبة المنتخب الوطني في تحقيق أول فوز لمصر في تاريخ المونديال، حيث يأمل لاعب الجيل الحالي للمنتخب المصري في تحقيق أول انتصار في تاريخ البلاد بكأس العالم بعدما فشل جيل 34 وجيل 90 في تحقيق أي فوز في كأس العالم قبل ذلك. يأتي الدافع والحافز الثاني للمنتخب في رغبتهم لحسم لقاء الغد لصالحهم لفرض سيطرتهم على الزعامة العربية، فدائما ما تكون الدربيات العربية بمثابة بطولة خاصة حتى لو كانت نتيجتها لن تؤثر على مشوار المنتخبين المتين وتلاشي الخسارة وكسب الرهان على حساب الآخر، فضلا عن رغبة المنتخب المصري في الرد على الخسارة بخمسة أهداف التي تعرض لها الفراعنة قبل 19 عاما على يد الأخضر السعودي بكأس القارات بالمكسيك، حيث يسعى المنتخب المصري لرد الاعتبار ومحو تلك الذكرى السيئة أمام شقيقه السعودي. فيما تأتي مواجهة السعودية غدا بمثابة طوق النجاة للأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الذي يمني نفسه بتحقيق أول فوز له وللمنتخب في المونديال لمسح عار هزيمتي روسيا وأوروغواي، فضلا عن رغبته في ترك ذكرى طيبة للجماهير المصرية بعدما بات قاب قوسين وأدنى من الرحيل عن تدريب المنتخب. أخيرا، تقدم سن العديد من لاعبي الجيل الحالي لمنتخب مصر يلعب دورا كبيرا في رغبتهم لتحقيق الفوز وتسجيل إنجاز تاريخي بأسمائهم في حالة الفوز والانتصار على المنتخب السعودي في ظل صعوبة تواجدهم في المونديال مرة أخرى. يأتي دخول المنتخب المباراة بدون ضغوط نفسية ليسهل من مهمتهم في الفوز، خصوصا وأنهم يلعبون للشهرة عقب توديعهم للمونديال، فيما تعلق الجماهير المصرية الآمال الكبيرة على نجمها الأوحد محمد صلاح في إحراز هدف ثان له في مرمى السعودية بعد هدفه في مرمى روسيا. فكل التوفيق للاعب المنتخب الوطني في الفوز غدا ومصالحة الجماهير الغاضبة ولو بفوز معنوي لا يسمن ولا يغني من جوع. اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح لحكاوى المونديال. حكاوى المونديال مباراة أقيمت منذ أيام بين المنتخب السويسري والمنتخب الصربي، حصلت قصة لها علاقة بأبعاد سياسية ولها علاقة بجذور ألبانية، وبالتالي لازم نحكيها لحضراتكم سريعا. يعني أنا بحاول أبسطها لحضراتكم في شكل بسيط علشان نسمع ونفهم مع بعض. مباراة صربيا وسويسرا اللي انتهت بتفوق المنتخب السويسري 2-1 بهدفين تشاكا وشاكيري اللي من أصول ألبانية. بعد ما تقدمت صربيا 1-0 منتخب سويسرا بيعادل النتيجة وبيتفوق وبيحرز هدف الفوز في الدقيقة 89 من عمر المباراة. لو نفتكر كلنا يمكن اللي متابع جيد للسياسة ومتابع جيد أيضا لكرة القدم من صربيا ومونتينيجرو كانوا دولة واحدة تحت مسمى يوغوسلافيا. يوغوسلافيا كانت تحتها دولة ألبانيا، أو كان في بعض الخلافات السياسية ما بين بلد ألبانيا ويوغوسلافيا، وكان حكم يمكن لسه ألبانيا مستقلة من 2007-2008 عن حكم يوغوسلافيا، وبالتالي اللي حصل ان يوغوسلافيا انفصلت وبقت صربيا ومونتينيجرو. والد طبعا شاكيري ده طبعا ده تشاكا لاعب ارسنال اللي احرز هدف الفوز، ده اصله الباني، وشاكيري زي ما احنا شفناه يمكن والده كان من ضمن
يعني الناس اللي عملوا مظاهرات ضد النظام اليوغوسلافي، وبالتالي تم اعتقاله وسجنه في سجون يوغوسلافيا لمدة 4 سنوات، وبالتالي خرج من السجن وقرر أنه يغادر وينقذ حياة نفسه وأسرته إلى إحدى البلاد الأوروبية، وبالتالي هاجر وسافر إلى سويسرا سنة 2000 علشان يستقل بذاته ويستقل بأسرته. زي ما احنا شفنا شاكيري وتشاكا، اتنين من جذور ألبانية، بعد ما أحرزوا الهدف اللي حضراتكم شايفينه عملوا بإيديهم علامة. الناس كلها تسأل يعني إيه العلامة دي؟ العلامة اللي قدام حضراتكم دي علم ألبانيا. طبعا صورة علم ألبانيا هو نسر أو طائر برأسين وبجناحين، وبالتالي هو ده شعار المنتخب الألباني أو شعار علم ألبانيا اللي شاكيري وتشاكا من الجذور الألبانية. كمان لما يعني اللي تابع المباراة هنلاقي أن شاكيري لعب بحذاء علم ألبانيا على فردة وعلم سويسرا على فردة، وبالتالي الفيفا فتح تحقيق كبير جدا. احنا عارفين أن الفيفا بيمنع اي تدخل سياسي في عالم كرة القدم، لكن زي ما احنا شفنا كرة القدم يعني ممكن نلاقي حدث زي ما احنا شايفين ليه علاقة بالسياسة او مسج واحد عايز يوصلها لحد، فبتبقى عن طريق ملعب كرة القدم. فزي ما احنا شفنا كرة القدم هي اسهل لعبة لتناول او لارسال اي رسالة لاي شخص ما، سواء سياسية فنية رياضية، اي لاعب بيكون متواجد زي ما احنا شفنا بيعمل بس كده، يعني 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 هفوة او علامة بيتم تداولها في جميع التواصل او جميع مواقع التواصل الاجتماعي وجميع الاخبار العالمية. ودي كانت حكاوى المونديال اللي كانت تخص مباراة صربيا وسويسرا. قبل ما اخش مع حضراتكم على الفقرة الخامسة، فقرة أهلاوي في المونديال، نروح لفاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم في فقرتنا أهلاوي في المونديال. يعني مكملين مع حضراتكم في يعني في أهلاوي في المونديال. أهلاوي في المونديال فقرة بتهم كل الجمهور الأهلاوي. زي ما قلت لحضراتكم في البداية احنا بنختار لاعب أهلاوي شارك في مونديال إيطاليا 34 أو مونديال إيطاليا أيضا 90، وبالتالي اختيار النهاردة عن كابتن ربيع ياسين كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر. كابتن ربيع ياسين هو إحدى كباتن منتخب مصر، كابتن منتخب مصر في مباراة أيرلندا، كابتن ربيع ياسين 118 مباراة دولية، شارك في 3 مباريات اللي شارك بيهم منتخب مصر أمام هولندا وأيرلندا وإنجلترا. مفيش شك طبعا إن احنا عشان نعرف الكثير عنه وعن إنجازاته وعن أرقامه وإحصائياته هنروح ونشوف تقرير عنه ونرجع نكمل مع حضراتكم. واستقبل ضيفي اللي هيكون موجود معانا الأستاذ خالد عامر الصحفي بموقع أس الأسباني النسخة العربية والناقد الرياضي. ربيع ياسين أحد علامات الجبهة اليسرى في تاريخ النادي الأهلي وكرة القدم المصرية. تألق مع منتخب مصر في نهائيات كأس العالم 90 بإيطاليا. حقق ربيع ياسين العلامة الكاملة بالمشاركة في 270 دقيقة بمونديال 90 حين اختاره الراحل محمود الجوهري ليقود الجبهة اليسرى أمام عمالقة منتخبات هولندا وإنجلترا وأيرلندا. قدم ياسين أفضل مبارياته في كأس العالم ليكون أفضل ختام لمسيرته الدولية التي بدأت مطلع الثمانينيات وامتدت لأكثر من 100 مباراة بقميص منتخب مصر. ربيع ياسين أهلاوي في المونديال. أهلا بكم من جديد، و استقبلت ضيفي او معايا ضيفي طبعا واحد من النقاد الرياضيين المميزين والصحفي بموقع اس الاسباني النسخه العربيه. استاذ خالد فرحب بيك. الله عمر ازيك؟ اخبارك كله تمام؟ كله جميل الحمد لله. يعني في البدايه يعني اي ضيف يبقى موجود معايا بساله السؤال التقليدي، رايه في كاس العالم، رايك في بطوله كاس العالم روسيا 2018؟
رأيي في بطولة روسيا 2018، رأيي ممكن يكون صادم بالنسبة لكتير من الناس اللي شايفين ان هي بطولة كويسة، بس انا مش معجب بيه قوي. شايف ان احنا شفنا بطولات اعظم من 2018، بطولة 98، بطولة 2006 كانت بطولات عظيمة في كأس العالم، فيها اداء فني وفيها فرق كبيرة وبتلعب باسلوب خططي كان ساعتها جديد علينا. شايف ان احنا مش مستفيدين من الاسماء الكبيره اللي موجوده، مش مستفيدين من وجود نيمار، من وجود كوتينيو، مش مستفيدين من الوفره الفنيه والخططيه اللعيبه في العصر الجديد تقدر تنفذها. شايف ان هو الاساليب الدفاعيه بتغلب على المنتخبات حتى الان. قد يكون ده بسبب انه المجموعات سهله الى حد ما بالنسبه لفرق معينة زي مثلا فرنسا، زي البرازيل، زي الأرجنتين، كان المفروض ان هي تبقى المجموعة بتاعتها سهلة، ولكن مثلا التكتل الدفاعي بتاع أيسلندا قدام الأرجنتين حالة دون ظهور الأرجنتين بمستوى المعهود، التفوق الواضح جدا لخط وسط كرواتيا حالة دون ظهور الأرجنتين بمستوى المعهود، وهكذا. بس أنا شايف أنه في المجمل كأس العالم حتى الآن، ولو تحدثنا رقميا هقول لك إحصائية سريعة طبعًا. رقميا كأس العالم في أول جولتين للنسخة الحالية أحرزنا فيه 92، تم تسجيل فيه 85 هدف. بطولة 2014 التي كان يعيب عليها ضعف التهديف أيضا، دخلنا أو شهدنا في أول جولتين 95 هدف، يعني بواقع 8 أو 7 أهداف أو 7 أهداف أقل من نسخة 2014 اللي كانت ضعيفة. أربع ماتشات هم اللي أنقذوا سمعة كأس العالم السنة دي، اللي هي الماتشات اللي يعني كان ليها إسبانيا والبرتغال طبعا. بالظبط كده، هم أربع ماتشات، روسيا السعودية 5-0، البرتغال إسبانيا 3-3، 6 أهداف في مباراة واحدة، بلجيكا تونس 7 أهداف 5-2، إنجلترا وبنما أيضا 7 أهداف 6 بنتيجة 6-1. لو نقصنا الماتشات ديت من توتال الماتشات هنلاقي ان احنا بنشهد على ماتشات بتخلص 3-1، 3-0، 1-0، 1-1، 2-1، وهكذا. مفيش المعدل التهديفي اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده، مفيش وفره في الاهداف، وده اعتقد ان هو راجع لعدم وجود المركز اللي احنا اعتدناه زمان ومبقاش موجود دلوقتي، اللي هو مركز راس الحربة الصريح دلوقتي. يعني انا عايز اسالك سؤال تاني، يعني هل انت تفسر ده بان في مدربين عندهم رؤيه تكتيكيه وفنيه على اعلى مستوى، ولا انت شايف ان في حذر دفاعي من بعض المنتخبات فبالتالي انت حكمك على كاس العالم كان كده؟ انا مايل اكتر لان هو حذر دفاعي. زي ما قلنا في ماتش ايسلندا، زي ما قلنا في ماتش مصر واورجواي، زي ما قلنا في ماتش لحد ما اتفتحت، لحد في ماتش مصر وروسيا في الشوط الاولاني تحديدا، زي ما قلنا في ماتشات كتير جدا، ماتش مثلا نيجيريا وكرواتيا، نيجيريا نزلت خايفه جدا من كرواتيا، اي نعم كرواتيا في الاخر كسبت 2-0، بس نيجيريا نازله متحفظه جدا. بعد كده نيجيريا لما لعبت ايسلندا قدرت تكسب، لما فتحت صفوفها قدرت تكسب. في الاول كان عندها تحفظ دفاعي ملوش مبرر، خاصه ان نيجيريا فيها عدد كبير قوي من اللعيبه الجيدين جدا في اوروبا، فمفيش مبرر. طول عمر نيجيريا لعيبه موجوده في اوروبا وعلى اعلى مستوى. اللي عجباني قوي السنه دي السنغال، لو اتكلمنا من الدول الافريقيه يعني، اللي عجباني قوي السنه دي السنغال، بتلعب مش خايفه، مش هايبه الموقف، بتلعب عارفه ان هي بتلعب في محفل عالمي، العالم عينه عليها، خلاص بتلعب عشان توري امكانياتها للعالم، عندها لعيبه عارفين قدراتهم كويس، وعندها مدير فني عارف قدرات لعيبته، فبيلعب بطريقه بتخدم خطته، وفي نفس الوقت بيستفيد من القدرات بتاعت لعيبته عشان خاطر يقدم النتائج اللي هو عايزها. وحاصل فعلا، النهارده مباراه في غايه الروعه، خلصانه 2-2، اليابان والسنغال. لسه كنت هتكلم معاك، بس انت دلوقتي يعني اتكلمنا على منتخب نيجيريا واتكلمنا على التحفظ الدفاعي، لكن انت شايف ان منتخب السنغال بامكانياته بمديره الفني، زي ما احنا شفنا مباراه اولى قدر ان هو يتفوق فيها، المباراه الثانيه لولا بعض الاخطاء الفنيه الدفاعيه كان منتخب السنغال ضمن تاهله وبعد عن كل اللغط يعني والحسابات اللي احنا دايما بنروح ليها. لكن هل انت شايف ان منتخب السنغال هو من المنتخبات اللي ما كانش عندها حذر دفاعي وبالتالي لعبت كره جميله، وكان النتاج 3 نقاط في المباراه الاولى وكان قريب من 3 نقاط في المباراه الثانيه، وكمان متع جمهور كره القدم بكره جميله؟ لو اتكلمنا على منتخب السنغال كقدرات، اضعف خط دفاع موجود او كقدرات مش كارقام، كقدرات هو اضعف خطوطه هو خط الدفاع. ما عندوش اللاعب المدافع الصلب القوي اللي يقدر يعمل حاجات. اليو سيسي
لعب قبل كده كاس عالم. السنغال مبدئيا لعبت كاس عالم مره واحده فقط في حياتها 2002، الانجاز الافريقي بالوصول للربع النهائي، وكان الجيل الذهبي كان منهم اليو سيسي اللي هو المدير الفني، الحاج ديوف طبعا طبعا، وخليل وفديجه وهنري كامارا وبابا ديوب، كان جيل رهيب يعني. اليو سيسي لعب قبل كده كاس عالم وعارف يعني ايه كاس عالم، وعارف يعني ايه ان انت ما لو ما خفتش من الفرق اللي قدامك هتعرف تجاريهم، هتعرف تبقى ند قوي ليهم. فهو طبق النظريه ديت بحذافيرها في كاس عالم 2018، واتبع الخطه او المقوله الاشهر اللي هي ان انا عشان ادافع كويس لازم اهاجم، عشان احمي المرمى من ان انا استقبل اهداف لازم اضغط على الخصم ولازم اهجم بشكل مكثف جدا عشان اخلي المنافس في مناطقه الدفاعيه ما يهددنيش غير كل فين وفين. احنا شايفين السنغال بتطبق ده بشكل رائع جدا، بخلاف الغلطه زي ما انت قلت بالظبط دلوقتي، خطا في الهدف الثاني تحديدا، طبعا خطا من الحارس، خطا في التمركز الدفاعي، الكره جت والجون فاضي، الولد حطها بتاع اليابان هوندا حطها في الجون، بقت 2-2. لولا الخطا ده كانت السنغال زي ما انت قلت تاهلت وخلاص وضمنت، مش عامله حسابات معقده مع بقيه فرقه المجموعه. وصلت لكده ازاي؟ وصلت لكده عن طريق الهجوم، عن طريق عارفه قدرات لاعبها، اليو سيسي عارف قدرات لعيبه، اللعيبه واثقه في نفسها ونازلين يلعبوا على الاساس ده، نازلين مش خايفين من الموقف. ثلاث ارباعهم لعيبه بتلعب في اوروبا، لعيبه معتاده على الاجواء ديت ومعتاده على الماتشات القويه والحمل البدني العالي وهكذا. الفرق بين منتخب مصر ومنتخب السنغال كافراد، بما ان احنا بنتكلم على ان منتخب السنغال منتخب هاجم، منتخب لما هاجم عرف يسجل وفي نفس الوقت حمى مرماه من اهداف بضغطه على المنافس، باحتفاظ المنافس بالمناطق الدفاعيه خوفا من هجوم منتخب السنغال. هل منتخب مصر عنده القدرات الفنيه اللي موجوده عند منتخب السنغالي بحيث ان هو لو نفذ نفس السياسه مع مدير فني تاني غير مستر هيكتور كوبر يقدر يقدم اداء مميز في المونديال ويقدر ان هو يحقق نتائج ايجابيه؟ كلامي قد يكون صادم شويه او عنيف شويه، بس احنا عندنا طبعا عندنا الامكانيات، عندنا محمد صلاح، عندنا تريزيجيه، عندنا عدد من اللعيبه اللي هو مش زي منتخب السنغال، لا اللي هم افضل بكتير من منتخب السنغال. افضل لاعب في الدوري اليوناني، افضل لاعب في الدوري التركي، افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وهداف الدوري الانجليزي، افضل لاعب في افريقيا، يعني لو جيت لحد صلاح هتقعد تعد معاه الالقاب. ولكن احنا اولا ما عندناش الوفره في او ما عندناش التنوع في الكواليتي، عندنا كام لعيب هم اللي مميزين جدا، وفي المقابل ما عندناش حد تاني يسند معاهم. منتخب السنغال زي ما قلت لك منتخب بيلعب في اوروبا، بس بيلعب في اوروبا من زمان، كلهم اعمار كبيره شويه، مش زي عندنا اعمار كبيره بس ما لعبتش في اوروبا قبل كده او ما لعبتش سنين كتير في اوروبا طبعا. فما عندهمش الاحتكاك ده تمام، بالاضافه الى الـ 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 العيب الابرز وهي الخطه الدفاعيه البحته اللي ما فيش يعني. انا اشهد لمستر هيكتور كوبر تنظيمه الدفاعي طبعا. واشكره جدا على ده، لانه احنا كنا خارجين من احلال وتجديد يعني مص دمنا، مش ما كناش خلاص ما كناش قادرين نقف على رجلينا. عمليه الاحلال والتجديد دي قدرنا نعدي منها بفضل مستر هيكتور كوبر. اشهد له ان هو في التدريبات بيحفظ اللعيبه اماكن التمركز بتاعها الدفاعي، الارتداد بيبقى عامل ازاي، التمركز في التغطيه العكسيه و و و و, و. ولكن وماذا بعد؟ احنا طيب خلاص احنا خدنا الكوره، هنعمل ايه؟ هنطلع ازاي؟ هنتدرج ازاي من عمليه الدفاع لعمليه الهجوم؟ هنهدد ازاي مرمى الخصم؟ ده ما كانش موجود في منتخب مصر. منتخب مصر في امكانيات كتير، بس محتاج شويه شغل من جانب المدير الفني، ومحتاج شويه احتكاك من جانب اللعيبه في دورياتها. يعني خالد لو اخذت من كلامك قبل ما ارجع تاني لكاس العالم والمجموعات، مصر هل انت شايف ان قله تهديف منتخب مصر في بعض المباريات، او بلغه الكوره ان منتخب مصر لو دخل فيه هدف مش بيعرف يعوض، هل ده بسبب مستر هيكتور كوبر والطريقه الدفاعيه البحته، ولا قله المورد البشري في مركز راس الحربه؟ طيب قله المورد البشري في مركز راس الحربه ده
عيب بالنسبه لمستر هيكتور كوبر بالنسبه لنا. فاهم، بس هي الفكره فيها ده عيب بيضرب العالم كله. تمام، العالم كله دلوقتي ما فيهوش رونالدو، العالم كله دلوقتي ما فيهوش كريستيان فييري، ما فيهوش باتيستوتا، ما فيهوش المهاجم الصريح باستثناء الا من رحم ربي، عندك ليفاندوفسكي، عندك كافاني، عندك كم اسم بالتحديد. خلاص كبروا يعني، وخلاص وكبروا، دخلوا في الثلاثينات. الجيل اللي جاي جديد ما فيهوش خالص بقى اللي هو مركز راس الحربه الصريح ده، فقله المورد البشري في الخط الهجومي في مركز راس الحربه تحديدا ده افه بتضرب العالم كله. هل انت شفت ان العالم كله بيعاني من قله معدل الاهداف، او هل انت شايف انه بسبب عدم وجود راس حربه صريح مش عارفين يدخلوا جوان او بيخسروا ماتشات او بيلعبوا بخطه دفاعيه بحته زي ما احنا ما بنلعب بيها؟ لا، ده مش حاصل. اللي حاصل انه احنا ارتكنا الى عدم وجود راس حربه صريح الى ان احنا بنقول والله هي دي القماشه اللي عندنا واحنا ندافع احسن لنا. استاذ خالد، يعني سريعا هنروح لروسيا مع الاستاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه علشان يتكلم معانا عن اخبار وكواليس المنتخب المصري وايضا رايه في مباراه بكره ما بين مصر والسعوديه. استاذ ايمن، برحب بحضرتك على قناه الاهلي. اهلا كابتن عمر، ازيك، اخبارك ايه؟ طبعا تحياتي وتحيات الاستاذ خالد لحضرتك. حبيبي طبعا، يعني وابن العزيز وزميلي الغالي خلود، ازيك حبيبي، كل سنه وانتم طيبين وسعيد بسماع صوتك. استاذ ايمن، يعني مباراه مرتقبه غدا امام مصر والسعوديه، مرتقبه من حيث لقاء اشقاء عرب. منتخب مصر بيأمل لتحقيق فوز، والفوز بثلاث نقاط عشان حضرتك عارف طبعا دفعة معنوية ويكتب في سجلات المونديال ان المنتخب المصري فاز، وان احنا بقى خلاص نطلع من عقدة المشاركة في المنتخبات وعدم تحقيق اي نتيجة ايجابية. حضرتك شايف مباراة بكرة او مباراة مصر والسعودية ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ يعني هو طبعا انت عارف احنا دايما بنحب نشطر على بعض. تمام. الاداء طبعا بكره هيبقى يعني حساسيه عاليه. تمام. اتمنى انها ما تخرجش عن اطار الروح الرياضيه والمنافسه الكرويه داخل الملعب. اتمنى ان تاثيرات التصريحات والاشتباكات اللي حصلت في الفتره الماضيه ما يكونش ليها تاثير على الجماهير ولا على اللاعبين. اتمنى انه يعني الاجهزه الفنيه في الفريقين يتعاملوا معاهم ويأكدوا لهم انه المباراه دي القانونيه. المباراه طبعا اعتقد انه هيبقى فيها حذر شديد من بدايتها، هيبقى فيها بعض الامتحانات على حسب ما اتوقع. محاوله بقى خط جون والدفاع بعديه دي ورده. لكن في النهايه يعني فرص الفريقين تقريبا متساويه. استاذ ايمن، يعني حضرتك عارف اكيد يعني الـ 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 الكلام اللي بيقال حاليا عن وجود كابتن عصام الحضري في مباراه غدا، يعني قرينا بعض التقارير بتقول ان هو ممكن يبدا المباراه وممكن يشارك في بعض اوقات المباراه. هل حضرتك شايف انه افضل يتم الدفع بيه من البدايه كونه متواجد في الدوري السعودي وايضا عنده يعني عنده خبره في الدوري السعودي وعارف اللعيبه اللي بتلعب امام منتخب مصر، ولا حضرتك شايف ان ممكن الشناوي مستر هيكتور كوبر يحافظ على الثبات في التشكيل حتى بعد خساره في مباراتين والدفع بالشناوي في اول المباراه؟ يعني على ضوء التدريبات اللي شفناها هنا في مدينه جروزني في الفتره الماضيه، يمكن الشناوي كان عانى من شد وكان بيجري بعض التدريبات العلاجيه تحت اشراف الجهاز الطبي، طبعا الدكتور محمد ابو الاله والدكتور حسام الابراشي والدكتور بدر امام. دي كلنا كنا شفناها انه هو يعني حتى غاب عن التدريب الجماعي لفتره وبعدين عاد طبعا قبل السفر. كان عصام الحضري في جاهزيه عاليه وفي منافسه قويه بينه وبين شريف اكرامي. اعتقد ان فرص عصام الحضري هي الاكبر على ضوء يعني اخر تدريب بالامس كنت متابعه. الشناوي طبعا بيقترب من
يعني العودة بشكل كبير لمستواه بعد الإصابة أو الإجهاد اللي تعرض له. لكن متهيألي إن فرص عصام الحضري أكبر، هيسجل رقم تاريخي باسمه طبعا، وهينسخ الإنجاز اللي حققه الحارس الكولومبي. فممكن يكون عصام الحضري بخبرته وبإمكانياته يكون هو الأساس في هذا الدور. يعني أستاذ أيمن بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، دايما مشرفني ومنورني. الأستاذ أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة من روسيا اتكلم معايا في نقطتين أكيد غاية في الأهمية، نقطة مشاركة الكابتن عصام الحضري من عدمها في مباراة غد، وأيضا رأيه الفني في مباراة مصر والسعودية اللي هتكون يعني قمة بعيدا عن النتائج اللي حققوها في دور المجموعات. وأكيد طبعا زي ما هو اتكلم وقال ان هتبقى مواجهه عربيه من نوع خاص. بنامل ان شاء الله كل التوفيق للمنتخب المصري وتحقيق اول 3 نقاط في مشواره المونديالي. ان شاء الله كمان يتم تسجيل اهداف عن طريق لعيبه مصريه كتير علشان ما يبقاش كابتن مجدي عبد الغني وكابتن محمد صلاح والاثنين من ركلات جزاء. يعني خالد مكمل معاك ونرجع لكاس العالم ونرجع ل يعني أخبار كتيرة قوي ورؤية فنية، لكن لقاءات اليوم زي ما احنا قلنا السعودية واليابان، يعني آسف مباراة السنغال واليابان، مباراة كانت قمة في المتعة الكروية. يعني هل أنت شايف أن منتخب اليابان أو منتخب السعودية أو منتخب كولومبيا، هل واحد من الثلاثة لما طبعا هو طبعا اثنين منتخبين هيتأهلوا، هل أنت شايف أن ممكن منهم اثنين يكملوا لأبعد مدى، ولا ممكن يكون دور 16 هو آخر أدوار الفرق اللي هتشارك من المجموعة الثامنة؟ من المجموعة الثامنة لا ممكن يصل، لأن هو هيطلع بعد كده يلاعب المتأهل من المجموعة السابعة اللي هي مجموعة بلجيكا وإنجلترا وتونس، وخلاص تونس وبنما. يعني أنت شايف إن إنجلترا وبلجيكا لو لا طبعا لو صعد منتخب السنغال ومعاه المنتخب الياباني أو المنتخب الكولومبي، هل أنت شايف إن إحدى المنتخبات قادر على تخطي منتخب بلجيكا أو منتخب إنجلترا؟ بص الكرة عامة دايما بتعلمنا كل ما نقول أمور مسلم بيها الكرة بتيجي تغرسنا كده وتفوقنا وتقول لنا لا ما تستهيفونيش. مظبوط. الاحتمالات الأكبر بلجيكا، الاحتمالات الأكبر إنجلترا، وخاصة بلجيكا. بلجيكا انا لسه خد الناس ان انا قطعتك، بس عايز اسالك، يعني كنت بسال دكتور طارق الادور على ان انجلترا ما فيش اي تجربه حقيقيه او مباراه حقيقيه لعبتها، لعبت امام منتخب تونس منتخب مستواه يعني للاسف كان مستوى ضعيف، ايضا امام منتخب بنما. فالمباراه القادمه مباراه انجلترا امام بلجيكا هي التحدي الاول للمنتخب الانجليزي والحكم عليه، فمن خلاله هيبان. مباراة بلجيكا هتبقى هي المحك الرئيسي والأساسي والوحيد اللي هنعرف نحكم بيه على في دور المجموعات، يعني أقصد اللي نقدر نحكم بيه على منتخب إنجلترا. ولكن في مؤشرات. تمام. لو اتكلمنا عن المؤشرات هنلاقي إنه قائمة فيها 23 لاعب اختارها جاريس ساوث جيت المدير الفني الشاب الإنجليزي، ما فيهاش بنسبة ربع في المية مجاملات. تمام. ما فيهاش حد متاخد لمجرد ان هو اسم معتاد على التواجد في منتخب انجلترا، لا في اسامي كتير قوي ما راحتش كانت تستحق ولكنه شايف ان المجموعه الموجوده افضل منه. تمام. مجموعه ثلاث ارباعها من الشباب، عندك لينجرد، عندك ستيرلينج، عندك راشفورد، عندك لوفت شيك، عندك هاري كين 24 سنه، ثلاث ارباعها من الشباب. اذا استثنينا بس هندرسون وجاري كاهل، لان هم عناصر الخبره اللي لازم اي منتخب يبقى مطعم بيهم. عندك شباب كتير قوي بس لازم تبقى عندك لاعب خبره في نص الملعب او لاعب خبره في الدفاع او لاعب خبره في الهجوم يقدر يوزن الكفه شويه. طيب لو اتكلمنا على ساوث جيت شخصيا، ساوث جيت انا شخصيا انا ابهرني. ليه؟ اذا تحدثنا عن اول مباراه لساوث جيت اللي قدر يكسب فيها منتخب تونس، هنلاقي انه ساوث جيت اعتمد على خطه او طريقه في اللعب او رسم خططي غريب جدا. ساوث جيت كان بيبدا الماتش عادي جدا 3-4-3، 3 قدامهم 4 قدامهم 2 قدامهم 1. طيب في حاله الاستحواذ الكوره على منتخب تونس على الكوره بيقلب الخطه، بيرجع اشلي يونج باك شمال ويقلب الخطه ل 4-4-2 او 4-3-3 بضغط عالي. تونس قدرت تخلص المعضلة دي وتنقل الاستحواذ لنص ملعب منتخب انجلترا، فبيروح قالب الخطة 5-4-1
هاري كين فقط بيضغط قدام، قدامه تحتيه اربعه بيقفلوا نص الملعب امام المساحات لمنتخب تونس، ووراهم خمسه بعد ما رجع تريبييه بقى باك يمين. احنا بنتكلم على مدير فني غير الرسم الخططي للمنتخب بتاعه ثلاث مرات في هجمه واحده، احنا ما بنتكلمش على ثلاث مرات في الماتش كل ما بيتزنق، في كل هجمه الرسم الخططي لمنتخب انجلترا، فده مؤشر. احنا لو اتكلمنا على منتخب انجلترا ما قابلش محك رئيسي، بس ده مؤشر. طيب خالد، احنا يعني هقطع كلامك لكن هنكمل فيه بعد ما نروح للسعوديه مع الاستاذ علي مسعود مدير تحرير جريده الرياضي السعوديه، علشان نعرف منه بقى كل ما هو جديد يخص مباراه مصر والسعوديه غدا في كاس العالم. استاذ علي برحب بحضرتك على قناه الاهلي. تحياتي يا استاذ عمر لحضرتك ولضيفك الاستاذ خالد ولكل عشاق وجماهير النادي الاهلي ومشاهدي قناه النادي الاهلي. استاذ علي طبعا يعني حضرتك خبره كبيره جدا جدا في مجال كره القدم وبالذات طبعا المجال السعودي، فاكيد حضرتك اكتر واحد هتكلمنا على مباراه بكره ما بين مصر والسعوديه وتوقعات حضرتك ورؤيه حضرتك الفنيه خاصه بالمباراه. بدايه يعني اتصور ان الفريقين كل سواء المنتخب المصري او المنتخب السعودي كلاهما عنده يعني هو بالنسبه له حظ ماء الوجه يكون في فوز بكره. تمام. المنتخب السعودي في تصوري لن يكون صيد سهل او لن يكون بالصوره المهزوزه اللي ظهر فيها في مباراه الافتتاح قدام روسيا. تمام. الامور اعتقد بداوا الاداره في المنتخب السعودي بدات تصل او تضع ايدها على مكامن الخطا او الاخطاء، وبدات يمكن ظهر المعادله بشكل واضح في مباراه الاورجواي. مظبوط. المنتخب السعودي يمكن في تعديل واضح في التشكيله اللي لعبوا فيها، في ثلاث لاعبين لعبوا في مباراه الافتتاح اختفوا تماما في المباراه الاخيره بتاع الاورجواي. يمكن لو لاحظت الحارس المرمى طبعا عبد الله المعيوف وعمر هوساوي المدافع والمهاجم محمد السهلاوي. الثلاثة كان في حالة استياء منهم وتم تبديلهم سريعا، يمكن ظهر الحارس الأساسي في المنتخب السعودي محمد العويز، في الدفاع استعانوا بلاعب اسمه أحمد البليهي، في الهجوم علي البليهي، في الهجوم أعتقد إنه بدأ يعتمد بشكل أساسي على فهد المولد اللي ما لعبش المباراة الأولى واللي كان صاحب هدف التأهل للمونديال في اليابان. أنا أتصور المنتخب السعودي في تحفيز من خارج المساله الفنيه، يعني اتصور ان عندي معلومات ان في تم رصد مكافآت ضخمه كبيره جدا للاعبين في حاله الفوز بكره، يعني قد تصل الى مبالغ نصف مليون جنيه مثلا للاعب او نصف مليون ريال اقصد للاعب. الموضوع مش مرتبط لان فوز المنتخب السعودي بكره هيخبي حاجات كتير جدا وهيقفل ملفات كتيره ممكن تتفتح، فلذلك من مصلحة إدارة المنتخب السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة علي العزت، من مصلحة الإدارة الرياضية بشكل عام إن يتم إنقاذ الموقف بفوز أوعى في أقل الأشياء بالنسبة لهم التعادل أمام المنتخب المصري اللي طبعا معروف فنيا وتكتيكيا معروف إن حظوظه أعلى، يعني كل اللي متابعين للمونديال أتصور إن الترشيحات تذهب في صالح المنتخب المصري. ازاي يا استاذ علي المنتخب المصري يقدر ان هو يفوز على منتخب السعوديه اللي حضرتك قلت اكيد مش هيكون صيد سهل واكيد كلنا تابعناه في مباراه روسيا، خسر اكيد بنتيجه كبيره لكن تدارك بعض الاخطاء، لكن في اخطاء في خط دفاع المنتخب السعودي، كيف يفوز منتخب مصر على منتخب السعوديه من وجهه نظر حضرتك؟ بدايه خليني اقول لك مخاوفي الاول من حاجتين. تمام. الرقم الاول او الحاجه اللي قلت طبعا المدرب المنتخب السعودي بيتزي انطونيو بيتزي من اهم المدربين في الارجنتين، واعتقد هما جابوه بعد فتره طويله كان عندهم مارفك اللي اهل المنتخب للمونديال وجابوا باوزا اللي هو كان مدرب قبل كده منتخب الارجنتين، فهم استقروا على مدرب بيجمع ما بين الخبره والشباب. اتصور ان الخطر قائم الكره العرضيه، لان المنتخب السعودي اعتقد لو مدرب درس المنتخب المصري لاحظ ان خلال المباراتين اللي فاتت كل المشاكل عندنا بتحصل في الكرات العرضيه. مظبوط. واما الكور بتسقط ورا علي جبر ولا حجازي ولا بتبقى في المنطقه اللي هي بتشكل خطوره وبتشكل ارق كبير جدا لينا كمصريين.
فاتصور ان اتصور شخصيا ومن خلال معرفتي بالمنتخب السعودي ان يتم الدفع بلاعب جديد ما ظهرش في المباراتين الاولى بكره، هو اسمه مهند عسيري. مهند عسيري ده افضل ضارب راس في الكره السعوديه تقريبا، هو بيعتبروه في الفتره الاخيره خليفه ماجد عبد الله، لعب في بعض المباريات التجريبيه لكنه يعني الفرصه لم تسمح ان يتم الدفع دي في المباراه الاولى اللي لعب فيها محمد السهلاوي مكانه، وفي المباراه الثانيه برضه ما جاتش ظروف. اتصور ان الخطر لو لعب مهند عسيري، ده لاعب موفق جدا، لاعب طويل القامه، لاعب ممكن يصطاد كرات عرضيه، فده بالنسبه لي المخاوف الرئيسيه. ازاي المنتخب، ارجع لسؤال حضرتك استاذ عمر، ازاي المنتخب المصري يفوز؟ المنتخب المصري يفوز فرصه اكبر بكتير. ليه؟ لان انت في المنتخب السعودي رغم حاله التماسك اللي تبدو على الدفاع، لكن المنتخب السعودي فيه مشاكل كتير جدا ما بين الدفاع والوسط. المنتخب السعودي بيقوده لاعب اسمه اسامه هوساوي، ده لاعب يعني من لاعبي الخبره ومن اكثر اللاعبين المقدرين، 34 سنه او 35 سنه ما شاء الله عليه، لاعب اخلاقيا بحفظ الكره الكريم وبره الملعب وداخل الملعب على درجه عاليه جدا من الكفاءه. فده قائد محنك كبير اللي هو بيقود الدفاع وفي نفس الوقت بيقود المنتخب. اتصور المشكله الاساسيه في الترابط ما بين منطقه اللي هي قلب الدفاع والاظهره. المنتخب السعودي بيعتمد بشكل كبير على ياسر الشهراني في الجانب الايسر وعلى محمد البريك في اليمين، الاثنين بيتقدموا بشكل كبير، بيبقى فيه في ثغرات ممكن استثمارها. اتصور لو صلاح رجع وبقى في حالته الطبيعيه اللي كان عليها قبل كده، يعني لو ما ظهرش متاثر جدا من الاصابه، هيقدر كتير يستغل ثغرات موجوده في دفاع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي هجومه يميل اكتر، او خط وسطه يميل اكتر لانه يتقدم اكتر من انه يرجع لورا، يعني يميل الاداء الهجومي اكتر من ميله الاداء الدفاعي. عنده يحيى الشهري صانع العاب ولاعب يمكن من اللاعبين الاذكياء جدا في الكره السعوديه، عنده فهد المولد بيسموه قاطره او اسد يعني في اتحاد جده، لاعب بيعولوا عليه كتير جدا. اتصور ان الاشكاليه او النقطه برضو مهمه جدا اللي هي حاله الارتباك اللي بتحصل احيانا للدفاع، بتحصل بيعمل هزه كبيره، يعني ده اللي حصل في مباراه روسيا، حصل اهتزاز في الدفاع، فبقى الموضوع سهل جدا الوصول. فلو نجح المنتخب المصري انه اول نص ساعه او اول ربع ساعه يجيب جون او يستغل ثغره او يقدر يفرض شخصيته في الملعب، الموضوع هيبقى سهل جدا، لان لو جبت جون الموضوع هيسهل جدا جدا من البدايه. طبعا الاداره في السعوديه المسؤول، مساله التحفيز بيبقى احيانا سلاح ذو حدين، يعني انا لما اقول للاعب انت لو كتبت الماتش ده هتاخد نص مليون في غرفه في خلع الملابس مباشره، الموضوع ده قد يثير حماس اللاعب لاعلى درجه، لكن في نفس الوقت ممكن يعمل عليه ضغوط، ممكن يعمل عليه نوع من انواع الضغوط، ممكن يخليه يفكر في بره الملعب. فهي المساله برضو هترتبط بالتوفيق في المباراه بكره، هترتبط بالطريقه اللي هيلعب بيها المنتخب المصري، هي اللي هتجبر السعوديه اذا كان ممكن تفتح الملعب او تلعب بشكل متحفظ بالطريقه دي. في تصوري ده اللي ممكن يحصل يعني. طيب استاذ علي، كان خالد عامر ضيفي كان عايز يسال حضرتك سؤال خاص بمباراه مصر والسعوديه. استاذ علي ازي حضرتك؟ اولا برحب بحضرتك. الله يخليك يا استاذ علي. ربنا يخليك يا استاذ علي. هما سؤالين في عجاله جدا. اولا تيسير الجاسم قائد المنتخب السعودي واصابه في العضله الخلفيه في مباراه اورجواي الماضيه، مين يقدر يعوض غياب تيسير الجاسم؟ ده اولا. ثانيا المواقع التواصل الاجتماعي كلها بلا استثناء او رواد المواقع التواصل الاجتماعي من ابناء السعوديه كلهم بيشتكوا او بينادوا انه المنتخب اختياراته من بعض الانديه او من نادي معين من غير اسم، من غير ذكر اسماء، ولكن في نادي محدد كلهم بيقولوا لو ما لعبتش في النادي ده مش هتروح المنتخب السعودي. شايف الكلام ده ازاي؟ وهل بحكم متابعه حضرتك للاحداث هناك شايف انه كان في عناصر ممكن تنضم افضل من العناصر الموجوده، خاصه في خط الدفاع اللي الناس كلها متشككه في قدراته على القيام بادوارها في محفل عالمي زي كاس العالم؟ تمام. بالنسبه للسؤال الاول الخاص بتيسير الجاسم،
السيد جاسم طبعا الاصابه تاثر عليه حسب المعلومات اللي اتقال انه ممكن تصل لست شهور، لكن وضح بشكل كبير ان المدرب بيعتمد على لاعب يعني عنده حوالي 24 سنه او 25 سنه اسمه حسين المجهوي، ده لعب بديل له في المباراه اللي فاتت واعتقد هو طبعا تابعناه طبعا بالظبط. وحسين لاعب على درجه عاليه من النشاط والحماس والكفاءه ومن اهم وابرز نجوم اهلي جده، فاتصور ان هو هيكون البديل بتاعه لانه هو بيقوم بدور اللي هو اللي بيسموه لاعب ارتكاز، بيسموه في الكره السعوديه لاعب ارتكاز، اللي هو بيبقى مايل اكتر للدفاع او بينسق الشغل الدفاع ومساله النقل من الدفاع للهجوم. ده بالنسبه للسؤال. واعتقد ان تيسير جاسم في تصوري الشخصي غيابه مش مؤثر كتير قوي، لان تيسير القائد الثاني للمنتخب السعودي طبعا اسامه هو القائد الاول، انه في الفتره اللي فاتت يعني دوره في المنتخب بقى اقل بكتير مما كان عليه. يعني هو حتى يمكن في اهلي جده هو اخر سنه ليه هناك، هيرجع الاتفاق، هيرجع لنادي الاتفاق اللي بدا فيه، فرصه باعتباره حوالي 35 سنه او 36 سنه ما عادتش زي الاول، ما عادش بنفس القوه اللي كان عليها، فاتصور ان غيابه مش هيكون مؤثر قوي بالنسبه للمنتخب السعودي. بالنسبه للسؤال الثاني، مساله الانتقادات، ان يعني الموضوع مش سر، يعني هو بيتقال انه اغلب اللاعبين نادي الهلال، اتصور ان الكلام ده بيتقال في كل مكان، يعني مش في السعوديه فقط، يعني برضه هنا ممكن تبص تلاقي بيتكلموا في الاطار ده، لكن المجموعه دي هي نفسها اللي اهلت المنتخب السعودي لكاس العالم، المجموعه دي هي نفسها اللي كسبت اليابان 1-0 في جده في الملعب الجوهره، فاتصور ان المساله اختيارات اللاعبين دايما ما بقاش في شبه اتفاق عليها، يعني دايما بتخضع لوجهات النظر، ماشي؟ في النهايه وجهه نظر المدرب او الجهاز الفني هي اللي لازم تحترم في النهايه، يعني صحيح في لاعبين كتير، لكن لا ننسى ان السنه اللي فاتت شهدت متغير كبير جدا في الكره السعوديه، انك بتلعب بسبع اجانب، فاضطريت تخفي مراكز كثيره جدا لم تعد موجوده بتلعب بنفس البريق، فالمساله بقى الكره السعوديه بقى اللعيبه الاجانب اللي بيظهروا اكتر بكتير من اللاعبين المحليين. المدرب جه لقي مجموعه ممكن تكون 30 لاعب بدا يختار منهم لغايه ما خلى ال 23 لاعب اللي كانوا اللي معاه في المونديال، اتصور انه مساله انه هو ساب لاعب، هو في لاعب مهم جدا طبعا، اهم لاعب مش موجود في التشكيله دلوقتي اللي هو نواف العابد. نواف العابد تمام، السنتين اللي فاتوا تقريبا هو اهم لاعب في الملاعب السعوديه كلها، لكن الاصابه يعني هو المساله، يمكن نواف العابد من 6 شهور تقريبا كان عنده مشكله في القلب بسيطه، بعد كده كان عنده مشكله مرضيه، فالموضوع خارج عن اطار التجهيز الفني، الموضوع له علاقه بالجاهزيه الطبيه. بخلاف نواف العابد في تصوري الشخصي هو خد الابرز والافضل، قد يكون هناك مثلا لاعب يعني مثلا على سبيل المثال في لاعب اسمه محمد كنو، يمكن اللي بيلاحظوا لاعب طويل جدا اسمر كده، طبعا ده كان في السنه اللي فاتت كان بيعتبروه الهلال والنصر والاتحاد كانوا بيتنافسوا عليه، وكان بيعتبروه احسن لاعب وسط في المنتخب في الكره السعوديه. الجهاز الفني رضخ لمطالب الناس رغم انه ما كانش في حساباتهم وموجود، وحاليا ممكن شارك في المباراه الاخيره 10 دقائق وحاجات زي كده، لكن في النهايه انا في تصوري المجموعه اللي موجوده دلوقتي هي ابرز مجموعه موجوده في الكره السعوديه على مدار الاربع او خمس سنين اللي فاتت. قد يختلف البعض او قد يتفق، لكن في النهايه دي رؤيه جهاز فني. استاذ علي مسعود بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، يعني مكالمه كانت مهمه جدا جدا، حضرتك وضحت بعض النقاط المهمه، والاكيد لازم مستر اكتر كوفر وجهازه الفني يكونوا حذرين منها، وان شاء الله ربنا يوفق منتخب مصر امام المنتخب السعودي ويحقق 3 نقاط وفوز في كاس العالم روسيا 2018. قبل ما اكمل مع ضيفي وضيف حضراتكم هنروح لتقرير عن مباراه مصر والسعوديه ونرجع نكمل مع ضيفي. تحت شعار حفظ ماء الوجه وأملا في أول فوز لمصالحة الجماهير الغاضبة، يدخل المنتخب الوطني الأول غدا الاثنين اختباره الثالث والأخير في أم البطولات كأس العالم بروسيا، عندما يلتقي نظيره المنتخب السعودي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الأولى.
وذلك على أرض ملعب استاد فولفوغراد أرينا في مباراة تعتبر تحصيل حاصل لكلا المنتخبين بعدما تأكد خروجهما رسميا من المونديال، فقد تلقوا الهزائم المتتالية في الجولتين الأولى والثانية أمام روسيا وأوروغواي. يدخل الأشقاء مباراة اليوم من دون رصيد، حيث يحتل المنتخب المصري المركز الثالث دون رصيد من النقاط بعدما خسر من أوروغواي بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية، ثم نال ثلاثية من روسيا في الجولة الثانية. لم ينجح لاعبون سوى في إحراز هدف يتيم لمحمد صلاح من ضربة جزاء في مرمى روسيا، فيما يقبع المنتخب السعودي الشقيق في المركز الأخير بجدول المجموعة من دون رصيد أيضا، لكن مرماه مني بستة أهداف بعدما خسر من روسيا بخماسية نظيفة ثم هزم بهدف أمام أوروغواي في الجولة الثانية. لم ينجح لاعبوه في إحراز أي من الأهداف في مونديال روسيا حتى الآن. يدرك الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر أهمية مواجهة الغد أمام السعودية، وأنها بمثابة الأمل الأخير لحفظ ماء الوجه وترك بصمة جيدة عن منتخب الفراعنة في المونديال قبل أن تحزم البعثة حقائبها في طريق العودة إلى القاهرة بخيبة أمل غير متوقعة، بعدما كان يعول الجميع على سهولة المجموعة الأولى واستخراج المنتخب لتأشيرة التأهل لدور 16. سيجد كوبر ومعاونوه أنفسهم في ورطة كبيرة في مباراة الغد إذا أصر على طريقته الدفاعية التي كلفت المنتخب هزيمتين وتوديعه للمونديال، إذ بات كوبر مطالبا بتغيير طريقة لعبه وفكره التقليدي والتحلي بالجرأة الهجومية من أجل فوز معنوي يعيد البسمة لجماهير الكرة المصرية. إذ بات كوبر مطالبا بتغيير طريقة لعبه وفكره التقليدي والتحلي بالجرأة الهجومية من أجل فوز معنوي يعيد البسمة لجماهير الكرة المصرية، خصوصا أن مواجهة السعودية والفوز بها هو الخيار الوحيد للثأر من الأخضر وتعويض هزيمة كأس القارات نسخة 99 التي بني فيها الفراعنة بهزيمة نكراء بخمسة أهداف مقابل هدف أحرزها مرزوق لعتيبي سوبر هاتريك إبراهيم سويد، فيما أحرز هدف مصر الوحيد سمير كمونة من ضربة جزاء. تعول الجماهير المصرية على كوكبة نجوم المنتخب الوطني على رأسهم محمد صلاح وتريزيجي وعمرو وردة وكهربا ومروان محسن من أجل هز شباك السعودية وقيادة المنتخب في المقبل. قال الأرجنتيني خوان بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي إنه سيخوض مباراة مصر غدا في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدور المجموعات بالمونديال بكل قوة. أكد بيتزي سندخل مباراتنا المقبلة بذات الطريقة التي خضنا بها مباراة أوروغواي، نريد أن نلعب بالطريقة التي تجعلنا نستحق تمثيل اسم المملكة العربية السعودية. أضاف المدرب الأرجنتيني حاولنا في المونديال تقديم أداء مميز، ولكن المباراة الأولى واجهتنا فيها ضغوطات كبيرة أمام الدب الروسي، ولكن في اللقاء الثاني نجحنا وقدمنا مباراة جيدة أمام أوروغواي، ولكن بسبب خطأ من التمركز للدفاع خسرنا بهدف. اختتم حديثه قائلا سندخل المباراة بخطة هجومية من أجل تسجيل الأهداف، درسنا منتخب مصر بشكل جيد للغاية من خلال مباراتيه، سنعمل على استغلال الثغرات التي يعاني منها في خط الدفاع. ملايين المصريين يدعمون منتخبهم في مباراة الغد من أجل الفوز والبحث عن مسك الختام في المونديال. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين مع ضيفي وضيف حضراتكم استاذ خالد عامر الصحفي بموقع اس الاسباني النسخه العربيه. اس الاسباني طبعا احنا عارفين انه واحد من اقوى المواقع اللي موجوده في اسبانيا، موجود منه نسخه باللغه العربيه، وبالتالي يعني هاخده كده ونروح بقى للارجنتين وميسي ورد الفعل القاسي جدا على منتخب الارجنتين وتحمل المسؤوليه كامله ليونيل ميسي. هل انت شايف ان ميسي وحده هو فقط من يتحمل مسؤوليه اخفاق منتخب الارجنتين؟ لا طبعا،
لا طبعا في تحامل عليه في الصحافه الوحيد والإعلام. لا مفيش تحامل عليه خالص التحامل كله على سان باولي. كل الناس شايفه ان سان باولي بكل راي العام حتى الاعلام والراي العام المحلي شايف ان سان باولي فقط من يلام على المستوى المنتخب الارجنتين ظاهر بيه لاسباب كتير على عدم ضم ايكاردي وعدم الدفع بديبالا ده سبب مثلا من الاسباب مثلا عندك اثنين بيلعبوا في فريق واحد في دوري من اقوى الدوريات اللي موجوده الدوري الايطالي واتحسم اخر دوري اتحسم فيهم هاجوين وديبالا ما بيشركش الاثنين اخر ماتش مطلع ديبالا بره السكواد خالص مش حاطه في حساباته عندك لعيب خطير في خط الوسط اسمه لانزيني اتصاب قبل البطوله بكام يوم راح جايب لعيب مكانه اسمه انزو بيريز فانزو بيريز ما كانش في الحسابات اساسا يعني انزو بيريز ما كانش في المخططات الاولى بالنسبه لخورخي سان باولي فتنزل في 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 ماتش قدام كرواتيا اللي ابرز ما يميزها هو خط وسطها احنا بنتكلم في مودريتش وراكيتيتش وريبيتش وكوفازيتش طبعا وبروزوفيتش وقدامهم بريزيتش اي حد فيتش ما اي حاجه فيتش حطها في كرواتيا على طول فعندك خط وسط قوي جدا جدا بتنزل قدامه بتقرر ان انت تغير اللعيبه بتطلع لوكاس بيليا بره بتطلع ايكاردي علامه استفهام غريبه جدا يعني انا عايز اقول لك على معلومه صغيره انه اكيد انت عارفها بس نقولها انه ايكاردي كان قاب قوسين او ادنى من ان هو ياخد الجنسيه الايطاليه تمام لانه عدى اكتر من 4 سنين على اخر مره لعب فيها بتيشيرت الارجنتين تمام حلو قبل ما ياخد الجنسيه الايطاليه ويلعب لمنتخب ايطاليا اللي كانت رغبته او ليه رغبه شخصيه ان هو يلعب عشان يبقى بيلعب في اي منتخب لان منتخب الارجنتين ما بيلعبش فيه قبل ما ياخد الجنسيه ويبدا يلعب لمنتخب ايطاليا الاتحاد الارجنتين وقف على رجله وخورخي سان باولي بعت وقال لا ما ينفعش ده ايكاردي ده 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 وراح ايكاردي فين يعني انت منعت ايكاردي من ان هو يمثل منتخب ايطاليا وفي نفس الوقت انت مش مستفيد بقدره تهديفيه عظيمه في برضه يعني لازم نقول ان هو برضه بيلعب في انتر ميلان الايطالي اللي هو واحد من اصعب الدوريات الدفاعيه اللي في العالم ومع ذلك ظاهر يعني جدا بالظبط هو بيلعب ما عندوش الامكانيات اللي بتساعده زي يوفنتوس وزي مثلا بعض ريال مدريد برشلونه لكنه ظاهر بمستوى طيب جدا طيب يعني سريعا عشان اروح معاك لحته ثانيه هل فعلا ما يدار ويقال حاليا في الصحافه وعلى السوشيال ميديا ان تم اعفاء خورخي سان باولي فنيا من اداره منتخب الارجنتين خلال مشواره في كاس العالم لا وبس هيبقى موجود فقط منظر لغير لا لا الكلام ده خطا لا لا تماما لا لا مفيش الكلام ده خالص هو ان هي بتتجه او بنسبه كبيره جدا اذا لم يتاهل المنتخب الارجنتيني خورخي سان باولي طب والشرط الجزائي والعقد ليس مديرا فنيا هو خلاص هو فشل مفيش شرط جزائي هو فشل في مهمه من الـ هو سمعت ان في شرط جزائي كبير في عقد خورخي سان باولي كمان هو تقريبا ماضي على 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 عقود تمتد ل5 سنوات في قياده منتخب الارجنتين انا مش يعني لو الكلام ده صح تبقى كارثه لخمس سنوات فعلا ده كارثه يعني ازاي مدرب مع منتخب يعني يكون موجود معاه اللي انا عارفه ان عقود مدربي منتخبات الوطنيه بكون على بطوله يعني مثلا زي مستر كوبر عقده هينتهي بنهايه كاس العالم بعد كده يتكلموا في تجديد لكن واحد بنتكلم في 5 سنين اعتقد عمر كبير جدا يعني فشل او بيفشل مع منتخب الارجنتين ومش عارفين هل منتخب الارجنتين هيكمل ولا لا فتعليقك احنا لم نعتد من المديرين الفنيين ان احنا نلاقي مدير فني خاصه في المنتخبات قد تجدها في الانديه لان هو زي ما انت قلت بالظبط بيمتد عقودهم او بتمتد عقودهم لعدد سنوات معينه ففي عجاله سريعه جدا ما اعتقدش انه الطرفين هيبقى في ازمه ما بينهم في فسخ العقد بالتراضي في حاله فشل الارجنتين في التاهل لان هو اولا هيبقى خورخي سان باولي عليه مسؤوليه كبيره جدا اذا ما استمر هيبقى عليه مسؤوليه اكبر في ان هو طبعا يغير الصوره الذهنيه دي ومنتخب الارجنتين هيلاقي نفسه داخل في دوامه من الصعب جدا الخروج منها فالاتجاه بيروح ناحيه انه لا هو هيفسخوا العقد بالتراضي لانه في المنتخبات مش زي الانديه يعني الامور دي اسهل شويه طيب منتخب الارجنتين شايف انه ممكن يصعد لدور ال 16 ولا الموضوع صعب صعب بس متاح يعني متاح جدا كمان أو توقعاتك ايه توقعاتك يعني رؤيتك انت شايف منتخب الارجنتين هل قادر على الصعود انا اتمناها نيجيريا اتمنى تاهل نيجيريا احنا خلاص احنا بنتكلم في كرواتيا حسم خلاص حسم التاهل الى الدور التالي
اتمنى ان يكون المتاهل الاخر من المجموعه منتخب نيجيريا، لو ما حصلش دوت قطعا هيكون منتخب الارجنتين. طيب سريعا نروح لتقرير نتابع فيه اخفاقات المنتخبات العربيه ونرجع نكمل مع حضراتكم مع ضيفي وضيف حضراتكم. لم يكن مونديال روسيا الحالي سعيدا على الجماهير العربية بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققتها منتخبات السعودية، مصر، تونس، المغرب خلال مواجهاتها في الدور الأول. برغم من الأداء الجيد الذي ظهر عليه منتخب المغرب في مباراته الماضية أمام البرتغال التي خسرها بهدف مقابل لا شيء، جاء برأسية من نجم برازيل أوروبا كريستيانو رونالدو، إلا أن الأداء وحده لا يكفي. الصدمة جاءت مبكرة للغاية حينما افتتح المنتخب السعودي البطولة أمام روسيا صاحبة الأرض والجمهور بهزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ثم تبعه المنتخب الوطني بهزيمة مريرة كونها جاءت في الدقيقة الأخيرة أمام أوروغواي قبل أن يخسر بثلاثية أمام روسيا. ولتتبخر الآمال في التأهل لدور 16 عقب خسارة المنتخب السعودي أمام أوروغواي، فيما لم تنجو تونس من المقصلة حيث خسرت في المباراة الأولى لها أمام إنجلترا في الوقت القاتل بهدف للمهاجم المتميز هاري كين، ثم تلقت هزيمة ثقيلة أمام بلجيكا بالأمس بخمسة أهداف مقابل هدفين لتودع هي الأخرى البطولة مبكرا. النتائج والمستوى الذي ظهرت عليه المنتخبات العربية دق ناقوس الخطر بعدما أظهر العديد من السلبيات في الوقت الذي كانت فيه بعض الإيجابيات، إلا أن أكثر المتشائمين من الجماهير العربية لم يكن متوقعا الخروج الكارثي لكافة المنتخبات العربية. لم يتبقى سوى السنغال ونيجيريا الأملين الوحيدين لحفظ ماء وجه القارة الإفريقية خلال المونديال بعدما نجحا في تحقيق نتائج رائعة منذ انطلاق البطولة حتى الآن. مجهود كبير وشاق في انتظار المنتخبات العربية خلال الفترة المقبلة حال رغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية خلال بطولة كأس العالم المقبلة 2022. مع حضراتكم لنهاية حلقتنا ميال على قناة الصحفي بموقع أس الإسباني النسخة العربية. بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا، اكيد اتكلمنا واستمتعنا بوجودك وتحليلك الفني الرائع لمونديال روسيا 2018. انا بشكرك جدا وببقى مبسوط كل مرة ببقى معاكم فيها، يعني ده اكيد شيء يشرفنا. ان شاء الله بكرة هنكون موجودين مع حضراتكم في نفس الميعاد من الساعة 10 للساعة 12، يبقى عندنا يوم مميز جدا، مباراة مصر والسعودية، إن شاء الله يبقى فوز مصري ونبارك لحضراتكم بفوز منتخب مصر. نشوفكم بكرة في نفس الميعاد الساعة 10 على قناة الأهلي في المونديال. تصبحوا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.